Yes, ma'am. مش كده خالص. دي قصة تالتة عن الكراش كورس ده. عايزين مذكرة برضه يا أحمد عجاب فينا السبب. دي خاصة. لا دي التامنة بقى كده يا دكتور. دي خاصة الامتحان. تحفظها صم. يعني تتبارك بحفظ كل سطر فيه. في طلبة معمول غير النوتس دي فقط. ويجيبوا اولموست المفروض مارك ولا حتى يعرفوا يعني مش حافظين الكراش كورس. خلاص؟ ما يعرفوش غير مين. أول مرة طبعا فيلم جديد مكتوب. فالحصة دي أو الثلاث حصص اللي هو مضمونين كمان دول أكثر أهمية. دي الامتحان إنما. هناك الكورس عاوز تفهم الكورس تفهم الموضوع. إنما ده الامتحان. ودي الحصة كطاقات فاصل. يعني سريعة. بس هتحفظوا المذكرة دي تتضاروا مع بعض في حفظها. الامتحان فيه كيسز ماتشنج وفي ام اس كيو. شكرا طلع تشيك لي. هي ما بنعرفش فيها. طيب النهارده هنحاول نخلص الدرجة من اربع مصر. من وجهة نظر الامتحان. فاهمين؟ يعني مش حصة تقليدية. فعد نفسك ان احنا دي مش حصة تقليدية، احنا بنقول الامتحان. ايه السؤال هيجي لك ازاي وهتكون ازاي؟ تيجي بالاحترام. رفع مبتدئ. أول حالة كانت اتروبين اوفر دوز، يعني شخص دول اتروبين بجرعه زايده. ف دي اجابات اسئله اللي في الكتاب. طبعا انا ما كتبتش الاسئله عشان ما تضيعش حاجه من مذكره جاست كاتبين السؤال وجواب. انت عندك كتاب بص فين السؤال. هو لما هنقرا مع بعض يعني تبقى فاهم الاجابه. الاتروبين ده ماسكارينيك نوك اوت تاني ماسكارينيك بلوك اوت. مين اللي بيضار اكتر؟ بيقفل كل البارا والسيمباثيتك. يبقى مين اللي تخرب بيته؟ باراسيمباثيك. فالسيمبتومز عكس البارا. يعني العصب التالت مهم القرايه. صح؟ بيعمل مايوزس مهمه. يبقى من ضمن زاعه الراجل ده متسمم عنده دايليتيشن هو ده القفا البارا. البارا مهمه ليا العصب السابع والتاسع بيعملوا لي سلابيشن مش هعرف اتكلم فيشر بروس فاينجر. يبقى ليا هيبقى ناشف. يبقى العين هيجي لك البيوبل دايليتد وريقه ناشف. اي نعم. البارا بيبطئ القلب يبقى لازم العيان يبقى عنده تاكي كاردي. البلفيك نيرف بيعمل ميكيوريشن لما تقفله يبقى مش عارف افضي دول. يبقى دي هي الظواهر الاهم في حاله العيان عنده اتروبين بايظ. ازاي تعرف ان انت شخص ده خد جرعه زايده من اتروبين؟ بيبقى دايليتد ريجو ناشف مش عارف يفضي البول وعنده اصراع في ضربات القلب. انا بساعدك هنا بقول لك دي اجابه السؤال ان الاتروبين وردوز بيعمل كده لكن عاوز ناس فاهمه. فبقول لك ليه عمل كده؟ لانه عكس مين؟ البار. فذكرتك انت مش هتكتبها. البارا بيعمل ايه؟ بس عشان ما نبقى نحفظش النون فين. كاتب لك كل عصب المفروض يعمل ايه؟ لما تقفله حصل العكس. مش عايز تبقى فاهم ازاي تفهم المذكره دي. طب العلاج؟ الاتروبين قفل ماسكارينيك يبقى انشغل ايه؟ ماسكارينيك يبقى ندي ماسكارينيك دراجز. ماسكارينيك دراجز نوعين. يا واحد يشتغل زي الاستايكولين يبقى دايركت اللي هو زي الميثاكولين او البايلوكاربين. يا واحد ان دايركت يبوظ الكولين ستريس فالاستالكولين يزيد فيشغل ايه؟ بار. يبقى الماسكارينج دراكس في الدنيا كام نوع؟ نوعين من اللي زي الاستالكولين ميتاكولين وبايلوكاربين. او واحد يبوظ الانزيم فالاستالكولين يزيد فيشغل. طيب السؤال اللي بعد كده هتلاقيه على الكيس يقول لك كولينرجيك ريسبتورز. انت لو حفظت المذكره دي هتلاقي نفسك راجعت حتى النظري كله.
كولينجكسب نوعان النيكوتينيك يا ماسكارينيك. النيكوتينيك في حتتين فاكرين؟ كل السكريت المصري في الضغط الديك من ماسكار جونكشن وكل الجنبي. طب الماسكارينيك كل البارة ومين شاطر واثنين فوق البيعة سمبثاتيك والجلاندز بلوها صح فالبيرس السكريت المصري. ده كلام عظيم. هنا سؤال جديد بقى، هنا سؤال جديد بحطهولك فين؟ المربع اللي هو دوت فوق كده وكده. الاتروبين فيفر دي ما خدناهاش في النظري، انا قلتها في الشرح اني عارف انها سؤال لكن مش هتلاقيها في كتاب النظري اتروبين فيفر. ليه العيان اللي بياخد اتروبين بيسخن؟ لان الاتروبين ما بيوقفش البارا بس، بيوقف اثنين سمباتيك اللي اهمهم السويت كده، مفيش سويتي، مفيش هيت لوس. انا ما بفقدش حراره يبقى حرارتي يعني. يبقى ده سؤال جديد فتهتم بيه اكتر. اللي حاطط لك كده العلامه دي هتعرفها. ان ده سؤال مش بيزد على النظري. ما خدناش في النظري اتروبين فيه. طيب ده اول كيس. كيس ثانيه اورجانو فوسفيت بايلر اللي هو الانسكت سايتس. مبيد حشري. فاكر الانتيكوريد سبيسيس كانت يا مبيد حشري يا مبيد بشري. كنتوا فاكرين. فدي بتمنع الدستراكشن اوف سبايكولين وعلاجه للاسف ده بيشمل كل الكولينرجيك ريسبتور نيكوتينيك وال ماسكارين. فالسيمبتومز اللي عدوا ده بقى مدوبها لك الصوره المثلى في الاجابه. السيمبتومز يا اما ريليتد لماسكارينك يا اما ريليتد لايه؟ نيكوتينيك. لما الماسكارينك يشتغلوا هيحصل العكس. فاكر عكس الاتروبين بودي اكسسيف سايليشن بقى اشتغل جامد السيبيشن كتير خلاص. وبعدين لاكريميشن كل السكريشن ديفيكيشن مش 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 عارف عقل نازع نفسه. وبعدين بايلاترال بين بوينت بيوبل اللي هي الميوزس مش دايتيشن. البيوبل ضيقه جدا بتبقى زي راس الجاموس بين بوينت يعني مش ميوزس طبيعي. ميوزس رهيب لانه متسمم بين بوينت يعني كما راس الايه؟ الدبوس. طب ايه السيمبتومز اللي جايه من النيكوتينيك؟ مين يقول لي النيكوتينيك ريسبتورز فين؟ في كل الجانجليا والسكريتر ماسك فهيحصل السكريتر ماسك تلعب فسيكيليشن. خلاص فسيكيليشن. طبعا على فكره انا عاوز اقول لكم حاجه. في هنا دي الاجابات اللي عاملها العبد هي المثلى يعني مع احترامي الشديد لكل الزملاء انا شفت الاجابات مقتضبه ونقص. انما العبد لا دمس ام رب باطنه وفاهم الكلام كويس. عشان كده انتوا دي الاجابات اللي هي زي ما بنقول هنا تصنع الاوائل. بس كليشن هي بتبقى جت منين؟ لان النيكوتينيك مش موجوده بس في الجنجيا موجوده في السكيتا الماسك. يبقى تعال هتلعب ماسلز دون ان يجي بس كليشن. بس كلي يعني حزمه. طيب اخر الصف. طب ايه الدياجنوستيك تيست اللي ما خدناش في النظر؟ هو الانتيكوليستيز وقفوا مين؟ الانستريزز. يبقى لو قست نسبه الانزيم في السيرم تلاقيها منخفضه جدا. يبقى له سيرم كولينستريز. هل هو موجود في السيرم؟ اه في سودو. سودو كان موجود فين؟ في الدازل نورمال عندنا لما تسمم الانزيم هتلاقي نسبته في السيرم. ولكن دي ما خدناش في النظر. انا بساعدك برضو ايه الجديد عن الكورس اهي. انت حفظت دلوقتي الاشاره بتاعت الجديد بتاع الكورس. العلامه دي. طيب ايه الافكت على الهارت؟ لما هنا خد بالك الحاله دي عكس اللي قبلها تماما. هنا البارا شغال كتير مش البارا واقف. يبقى ماركت سلوينج اوف هارت ريت. خلاص؟ طب التريك هناك الاتروبين بويزنج على الناب ماسكارينيك دراجز. طب هنا الماسكارينيك نعالجه بالاتروبين. فهمت علاقه الحالتين ببعض؟ الحاله دي عكس الحاله اللي هناك. الاتروبين قفل كل البار. انما الاورجانو فوسفورس لما بوظ الانزيم وزود استربين شغل كل البار. فتعالجه بالعكس بالاتروبين. تعالجه بالاتروبين. Thank you.
طيب في سؤال صعب بقى، بيقول لك فين بيطلع الاستايل كوميونيتي؟ احنا قلنا فين بيطلع الاستايل كوميونيتي؟ قلت لك وين؟ ماسكر مين؟ طب من الاوائل بقى، لا اقول حاجه زياده، مش في النظر. الاستايل كوميونيتي ما بيطلعش اوتسايد السنتر نيرفس سيستم في الكوتيريك والماسكرينج السنتر بس، بيطلع انسايد السنتر نيرفس سيستم. فبيطلع عند البيزا الجانجيا، في حته في المخ اسمها بيزا الجانجيا، ناخدها السنه الجايه باذن الله في البرين. وفي السباينال كورد بيطلع عند خليه اسمها رينشو سيلز. دي اجابات الاوائل، اللي هو بقى قاري حاجات اكتر من كتاب وراح المكتبه واطلع وفتح جوجلز وعرف فين. فبيدي اجابه اكتر من المتوقع، طبعا انا مسهلها لكم اوريدي جدا. مش كده المذكره دي مهمه جدا. يعني ما ينفعش تقعد مع نفسك تجاوب الاسئله، مش هينفع، هتجاوب اجابات كلها بقول لك الزملاء معظمهم شفت الاجابات مش مظبوطه. ناقص. الاستايل كوميونيتي ما بيطلعش بره من الكوتيريك والماسكارين بس. بيطلع از ويل في البرين والسباينال كور، في البرين في حته اسمها بيزل جانجيا. وفي السباينال كور بيطلع عند خليه اسمها رينشو سيل. ده رينشو سيل دي اصل ليها قصه، ان ده اول مره اول واحد يكتشف الاستايل كوميونيتي جوه السنتر نيرفس سيستم كان راجل اسمه رينشو. عند الخليه بتاعته اللي اسمها رينشو سيل. يعني كانت هذه هي قصه اكتشاف الاستايل كوميونيتي انسايد السنتر نيرفس سيستم في سنه 1943. ده اللي حصل. فالطالب العادي هيقول له استر بيطلع فين؟ يقول له كوتيريك اند ماسكارينج. معايا؟ انما انتوا على انتوا كمان بيطلع مش بره، بيطلع في البيت في البيزا جانجيا وبيطلع في سبان كورد عند الراجل اللي اكتشف الاستايل كوين هو رينشو سيل. اجابات رائعه انتوا جابوها باذن الله كده. عشان كده بقول المراجعه بتاعت الام اس كيو دي بتعدك انك تبقى من الاوائل. ثالث حاجه اللي هي الرينولدز فينومينون. في ناس لما يتعرضوا لبرد زي الايام دي عندهم يحصل سيفير بازل كونستكشن، كلنا بيحصل لنا بازل كونستكشن. مواعيد. طيب بس هو البازل غير مذكره. طيب بس البازل كونستكشن مبالغ فيه جدا. فتلاقي صوابعه بتزرق، المرض ده ما يتعالجش مني بقى اكتر في الفيميل. خلاص رينولدز فينومينون. طب مين بيعمل بعض الكونستكشن سيمباتيك عن طريق انهي ريسبتور الالفا؟ ان الالفا هي الاكسيتاتور. خلاص؟ فده اجابه سؤالي. بس فاز بعض الكونستكشن عن طريق الالفا ادرينرجيك. يحصل امتى الحاله دي؟ في الكول قلنا الاستريس. لما البنات دول يتعرضوا للبرد تلاقي صوابعهم زرق جدا تبقى زي الاساتذه. او مع الاستريس. طب التريتمنت؟ طب انت اذا عرف السبب، السبب ان السيمباتيك بيشغل الفا بيعمل بازو كونستكشن، يبقى نقفل الفا ريسبتور، ندي الفا بلوكر. الفا بلوكر بيحصل بازو دايتيشن. في علاج تاني بقى للطلبه الممتازين، لان انا قلت لك الريسك هتظبط، مش ده العلاج بس. لازم تو افويد الكوز دول ستريس. لان مهمه جدا في امراض بطن كنا ندرسها، ان الواحد يحاول البنت دي تلبس جوانت وده طيب عشان ما تعرضش صوابعها للبرد. وتحاول ما تتعرضش ليه؟ كانت اجابه بتاعتك كنت هتبقى اكتر شويه من هو لو ما تعجبش ايه؟ لو ما تعجبش لا بس هو منظر مش لطيف يعني ان يبقى صوابع زرقاء كده اللي هيحصل يبقى الجواز صعب شويه منظر غريب صوابع زرقاء. طيب نيجي ريسبتور. في سؤال بقى عن ريسبتورز. كل ريسبتور بيشتغل ازاي؟ يعني فاكرينها حاجات في النظر جميله. فاكر البي بي بيتا؟ ان بي بي بيتا بيشتغل بالسايكليك اي ام بي. طب الالفا بتعمل كونتراكشن، يبقى مين مين الكالسيوم؟ مين الايود الاميدوكتين؟ الايود مهم للكونتراكشن. عشان كده الالفا بتشتغل الفا 1 عن طريق كالسيوم، والالفا 2 عكس البيتا. تنقص السايكليك ام بي. تاني الناس اللي هي متاخره لو حفظت المذكره دي لوحدها موست لايكلي هتاخد امتياز لوحدها من غير ما تبقى عندك فكره عن الفيزيولوجي. فدي اهم مذكره. يعني كراش كورس كمان يبقى حاجه هايله. هذه المذكره سوف تتبار في حفظ الضيف وما فيهاش حاجه يعني غير حاجات صغيره كتير حاططها لعبد الله عشان تاخد امتياز. اوتونوميك دراجز بيسالك عيان عنده برونكيال اتمه ضيق في الشعر يبقى لازم تعمله برونكو بديش ده سيمباتيك الفا ولا بيتا؟
بيتا 2 حتى في ناس قوي لاقوا في الكتاب 1 و2 لا لازم تحدد اهي بيتا 2 عشان تدايليت البرونكاي ما تجيش جنب القلب لان القلب عليه بيتا 1 انما البرونكاي عليها بيتا 2 فتدي بيتا 2 خلاص الادرينالين اقوى من النور ادرينالين على البيتا ريسبتورز سؤال بعد كده النوع مين الترانسميتر عند البوست جانجليونيك سمباثيك؟ نور ادرينالين ما عدا حتتين سويت جلاند بلود بس مسكت مصر بيطلع الدور استايكولين تمام؟ اكتب الصفحه من فضلك قوي مايثينيا جريفز خدناها فاكرين؟ انتي مايو يعني ايه؟ عضله الفينيا ضعف وجريفز مين فاكر شرحتها لسه؟ لان افتكر ان الست بتكرار الحمل عضلاتها بتاهت ملوش اي علاقه بالحمل اطلاقا. معلومات لطيفه الطب نسبته كام؟ 5% وفي ناس فاكر اكتر برضه ما تزعلوش مني رينولدز اكتر في البرتلستات المايتينيا جريفز اكتر في الفيميلز برضه سبب المرض لكن انتي بوديز ضد مين؟ ضد مش بسمعها صح الاسيتايكولين ريسبتورز مش ضد الاسيتايكولين ضد الريسبتور بتاع ايه؟ الاسيتايكولين اللي هي موجوده في الموتور ايه؟ ايه؟ الماسل يعني الماسل ريسبتور موجوده في الموتور ايه؟ فالانتي بوديز اهي ضد الاستايكولين ريسبتور بتعمل حاجتين انتي بادز برضه لقيت الزملاء كاتبين بتبلوك ريسبتور لا في ساعات بتعمل ديستراكشن او بلوكج الاجابه الاوائل في جوجل او لو قريت كتاب امراض باطنه الانتي بادز دي هتكسر ريسبتور خالص يا اما تحتل ريسبتور في الحالتين مش هتشتغل الحل ان كثره تغلب الشجاعة مين اللي بيكسر الاستايكولين؟ الاستايكولين ستريس لو انا بوظته بديت انتي كولين ستريس يبقى الاستايكولين مش هيتكسر هيزيد صح؟ يبقى كميته تزيد يطرد الانتي بودز فيشغل ايه؟ ريسبتور هتقولناها بطريقه حلوه وهنا مش عرفت طريقه عبد الله ايه سبب المرض؟ انتي بودز وعلاجه انتي كولين ستريس اللي هو النيوستيك مين قلت لكم قصه اكتشاف علاج المرض انها كان وراها قصه حب انتي حبي لما قلنا سبب مرض تاني سببه ايه؟ انتي بادز وعلاجه انتي كولين ستريس الطالب العادي هيكتب لك الانتي بادز بالبلوك ريسبت حضراتكم الاوائل ما بيكتبوش كده لانهم بيفتحوا التكست بوكس وبيفتحوا الانترنت وبيعرفوا الاجابه الصحيحه انهم بيديستروي بعض الريسبتورز وبيبلوك البعض الاخر. طيب تبقى عارف الكلام. والعلاج مش جاء معاه سؤال قال لك قول لي الايفنتس بتاعت النيو ماسكو ترانسميتر. فاكرهم الخمسه ايفنتس تعالوا نقولهم تاني. استايكولين از ريليست من النيرف كروسز الكليف بايندز للريسبتور اللي موجوده في الموتور اند بليك. اهم حاجه هنا لما يبايند للريسبتور هيزود بيراميدين الصوديوم اساسا ولين بوتاسيوم دي هتجيلنا سؤال ام سي جميل قوي هنجيلها بعد شويه في مراجعه الام سي اما يدخل الصوديوم هيعمل جوه ايه؟ ايه ده؟ ديبوزيشن المفروض يسموه موتور اند بليت بوتنشال قلنا الامريكان بيحبوا الاختصار فسموها اند بليت بوتنشال اي حاجه ما لهاش اكشن بوتنشال ده هيجي لنا بعد كده سؤال ام سي كيو يبقى جريدد بالصمت لما يوصل الادجسنت اريا يطلع الاكشن بوتنشال دي الخطوه الرابعه وبعدين نكسر الاسترايكولين بالكولين ستريس يبقى خمس خطوات تاني استرايكولين ريليز للنام بص الكالسيوم بالاكسيتوز يعدي الكلف يمسك بالسيبتو دي اهم خطوه فيزود بريميتي بالصوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم وبوتاسيوم عشان ده سؤال سلو بيصوديوم بس مين اساسا؟ هيعمل لي بيه؟ ده اللي هو عند بليت بوتنشال
لما يوصل الـ A جيسون تطلع Action Potential وبعدين تفصل السيركل بكل سبيس. طيب نيجي سكيلتال ماسلز في تروبونين ده هو الثين فيلامينز طبعا عارفين لانه تبع الاكتن. فاكر الاكتن كان ثلاث حاجات عملنا المسرحيه الاكتن نفسه وقت قصاد التروبومايسين والدراع ده اسمه ايه؟ تروبونين. يبقى تروبونين ضمن الاكتن ده سؤال رزق. السيركوبلازم الكتيجرام وظيفته ايه؟ بيستور الكالسيوم. فاكر؟ كان في اللي هي عصايه الغريه دي كان بيستور الكالسيوم ويريليس الكالسيوم يطلعه في الكونتراكشن وياخده تاني. دي الوظيفه الثالثه في ريلاكسيشن هو اللي بيعمل اكتف كالسيوم بامب. يبقى كام وظيفه؟ ستور ريليس اند بتنسوها اكتف بامب. عشان كده قلنا ريلاكسيشن ده الاكتف بروس قبل الصفحه كل صفحه ناخد خمس دقايق عندنا 20 صفحه. اكسيتيشن كونتراكشن كابلي اذكرك بقى بمسرحيه كان اربع احداث. فاكر الاكشن بنشر كان جاي عن طريق السيركولمبا بعد اليمين دور دخل عن طريق الترانسفيرس تيبيولز خلاص طلع الكالسيوم منين؟ مين شاطر يقول لي اسم الشان اللي بيطلع منها الكالسيوم اسمها رانودين ريسبتور. طلع الكالسيوم ده كان الفصل الاول. الفصل الثاني ان الكالسيوم بيمسك السي بار اوف تروبونين مش التروبومايسين بيمسك السي بار اوف تروبونين لان في الانشيو هيجينا انه ماسك التروبومايسين غلط هو بيمسك السي بار اوف وبعدين يشيل التروبومايسين من قدام الاكل فيبين البايندينج سايتس اللي في الاكل. ده الفصل الثاني. الفصل الثالث اللي هو السايكلينج كانوا كام حاجه؟ اربعه. مين يقول؟ بايندينج بيندينج ديتاتشمنت اند ريتيرن. مين شاطر يقول لي مين عاوز اي تي بي في الاثنين دول؟ بيندينج وديتاتشمنت. هذه الحصه كطلقات الرصاص. بس ترجع تحفظ المذكره صبر. يا روحك ام هيرد اوف الامتحان هتحلوه في النو تايم وحلول مالهاش علاقه ببقيه الطلبه. تمام ستيب فور. الخطوة الأخيرة ريلاكسيشن أكت ولا باسف؟ ليه أكتف؟ لأنه بيبتدي فري أكتف بامب أوف كالسيوم بيرجع الكالسيوم هو ده عاوز طاقة. فالتروبونين تروبومايسين يجي يفك الأكتف من المايسين. طيب يجي ميكانيزم أوف تيتانس قول لي الإشارة اللي حاطينها بتاعني إيه؟ يعني سؤال جديد ما خدتوش في النقطة. الزملاء اللي جابوه ده بقى اي حاجه. عارفين التيتانس الشخص اللي بيتشنج وبيديله حقن التيتانس لما نتعور في جرثومه التيتانس موجوده في روث البهائم بس. المعلومات اللي عندنا روث عارفين يعني ايه روث؟ البراز بتاع البهائم. عشان كده لما اتعور في البيت مفيش بهائم ماشيه في البيت عشان تاخد حقن. في البيت مفيش غير بهيم واحد. حكوا لي انتوا حاجه غلط. عشان تفهم امتى تاخد الحقنه؟ لما ما في الشارع، الشارع هي اللي ممكن يبقى فيها رغبة. طب بيعمل ايه بقى التيتانس توكسين ده؟ اسمع حلو بيوقف الانهبيتور. لما توقف الانهبيشن كانك عملت فيكسيتيشن. مين الماده اللي بيوقفها اللي بتعمل انهبيشن للنيورو ماسكولار فانكشن؟ اسمها جاما امينو بيوتريك اسيد او اختصارها جاما. يبقى التيتانس اوكسايد بيوقف الحاجه اللي بتوقع اللي بتنهبت. لما تشيل الانهبيتور يقوم يحصل فعشان كده تلاقي العضلات انخفضت في حاله سباستيك بارالس. ادي اجابه السؤال. وطبعا من ضمنها عضلات تنفس خش كل عضلات تخش حصل لها سيفير اكسايتيشن تخش ما في عضلات تنفس فتنفق الله. يبقى ازاي بيشتغل التيتانس اوكسايد؟ بيشيل الانهبيشن فيحصل اكسايتيشن. نوع الاكسيتيشن ايه؟ سباستيك بارالس. طبعا في معلومات الطف نقولها بس يعني مش عايزين ندي توكسيك دوز. من شكل عام بيبقى ايه؟ الواجهه الاجتماعيه بيبقى ارش بلاك كده من كتر ما هو متشنع. ممكن تحط ايدك تحت هو نايم على السرير تحط داخل ايدك تحتيه ارش بلاك. وبعدين الجو نفسه بيبقى ابتسامه مره بيتر سمايل.
ده بنشخصه بس ده مش مهم. انا بحب اديكم معلومات تبقوا اكتر بقيت طالب عشان تطلع الاوائل، ما تكونش كتير قوي والا تبقى يسموها جرعه مميته. يعني ادينا معلومات زياده قوي قوي، لا لا نبقى زيهم ولا نحشي دماغنا بحاجات زياده. لكن هل في كل موضوع في معلومات ممكن عم يقولها بس مالهاش قيمه؟ عاوزين نبقى ستيب قبليهم. يبقى التيتانوس توكسويد بيوقف الانهبيشن اسمه ايه؟ هما مش هيقولوه جاما امايلوبوتيريك اسيد، فيحصل اكسيتيشن. نوع الكونتراكشن ايه؟ مخشي سباستيك ناشي مشي، ممكن ابقى مشلول بس سايب ومشلول الايد بره، لا ده بيبقى ناشي. طيب قلنا برغم ان سؤال جميل، برغم ان الموتو يونت بيتبع الاور مان لو، لكن العضله ممكن تعمل كونتراكشن اقوى واقوى واقوى. ازاي؟ اني بشغل عدد اكتر من الموتو يونتس، ده يسموه ريكروتمنت. وقلت لكم ده تعبير انجليزي مش علمي. ريكروتمنت يعني زياده، حتى بعمل لك سهم اهو. يعني ايه معنى كلمه ريكروتمنت؟ انكريز، بنزود عدد موتو يونتس. الموتور يونت الواحده تتبع الاورنال لو، فاحنا بنعمل ريكروتمنت. قلت في البورصه لما احط في اسهم معينه وتاني يوم الاقيها زادت اقول الاسهم حصل لها ريكروتمنت، يعني سعرها ايه؟ زاد. يبقى ما معنى كلمه ريكروتمنت؟ انكريس. والراجل اللي بيعين موظفين في الشركه فيزود عدد الموظفين في الشركه يسموه ريكروتر انجلش. ريكروتر اللي هو بيزود عدد بيعين في الشركه، فتعبير انجلش. طيب فاميليا الكترونيك بارنس، فاكر كنا قلناها ده؟ قلنا ان الاطفال اللي عندهم نقص في البوتاسيوم في الاكسترا سيرا فلويد، اهي بص معايا تاني اهو، بوتاسيوم ناقص بره يبقى الحاله نسبيه، يبقى البوتاسيوم جوه نسبيا ايه؟ زائد. يبقى يتجه من اللي فين البوتاسيوم؟ والبره، فيتجمع على الاوتر سيرفس، يبقى في بوست كتير على الاوتر سيرفيس. ده اسمه ايه اللي انا رسمته؟ هايبر بوزيشن. يبعدني عن هايبر بوزيشن، ده يبعدني عن فايرنج ليفل، ده هايبر بوزيشن، ده الفايرنج ليفل. لما ابعد عن فايرنج ليفل استجابه ثالث. طب اذا عرف السبب بطل العالم تعمل ايه؟ تدي راجل ده، تدي الطفل ده، تدي بوتاسيوم. هو عنده نقص في البوتاسيوم في الاكسترا فلويد، يبقى علاجه بوتاسيوم. خد بالك في سؤال هنجي له ومش مهم بعد شويه. مين اهم عين ياثر في البولرايز ستيت؟ البوتاسيوم مش الصوديوم. الصوديوم ده بتاع الاك بيلعب في الاكشن بوتنشال. اسئله في الامشيو هتيجي بعد شويه في الجزء الثاني المراجعه. انما البوتاسيوم بياثر في البولرايز ستيت اهو. لما نقص البوتاسيوم حصل فاميليا بيربيرنس. فين الجديد هيقلب؟ في حاجه جديده خالص. طب في مرض تاني اهو اسمه، لا كتير قوي، في سؤال جميل ما خدناهوش، ليه الطفل ده ما ياكلش حلويات؟ طب هو ده الانجشن علشان ال اسمه ال ال يعني هو ثاني واحد يعني. طب مش هنضحك انسولين؟ الانسولين دلوقتي انت لو خدت جلوكوز انسولين يا دكتور طلع الانسولين. برافو. طب كمل. الانسولين بيدخل بيدخل السكريات. لا الانسولين ده بيزود الصوديوم بوتاسيوم بامب، بيستيميليت صوديوم بوتاسيوم بامب، بوتاسيوم بامب. ده زي لو خدت سكر بتطلع انسولين، فاستيميليت صوديوم بوتاسيوم بامب، فطبعا البوتاسيوم يدخل جوه والصوديوم يخرج بره. مش هو ده البامب؟ البامب اللي يحافظ على الصوديوم في مكانه بره والبوتاسيوم في مكانه جوه. يبقى حتى البوتاسيوم اللي قليل بره دخله ايه؟ نايل الحاله زياده. يبقى ده اجابه السؤال؟ ده ما فيش في النظر. ليه الاطفال بتوع الفاميليا بتوع البارنس ما ياكلوش حلويات؟ لان ياكل حلوى عشان ينقص سكر بيطلع انسولين. والانسولين غير انه بينقص سكر بيستمريت الصوديوم بوتاسيوم بامب، اللي هي بتبامب الصوديوم اوت والبوتاسيوم ان، كل واحد ترجعه مكانه، الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. تبامب البوتاسيوم ان يبقى بره حصل له ايه؟ نقص. هو اوريدي ايه؟ تبقى الحاله في الثانيه مش ايه؟ ازاي هنعرف ده؟ سؤال جديد ناخد بالنا. عارف ليه انا بعمل لك ده؟ انا بعتمد نفسي بذاكر مع الطالب. ان انت بعد ما تقرا مذكرات تصبحها
فين اصعب من حفظ الحاجات الجديده؟ فبدل ما تدور عليها في مذكرك انا من الاول علمتها لك، يبقى انت الباقي ده كله عارفه، يحتاج مراجعه واحده، انما دي حاجات كتيره جديده يحتاج اكثر مراجعه. يبقى في الصبح كده قبل ما ندخل الامتحان في المذكره فين الحاجات يجي عشان ما نقعدش نقول هو عارف بس حلوه مش هينفع كده، صح ولا غلط؟ المفروض نحفظ بعض بقى، فقال لابد مع بعض كل حاجه. ازاي يعني احفظ الاس مع الاس، انت مع انت؟ اما احط لك ده معناه ان ده سؤال ايه؟ في هنا سؤال تاني جديد. طب ايه رايك بقى في مرض تاني فيه شلل برضه سببه بيريودك هايبركاليميك نيفروباثي، يعني البوتاسيوم زايد مش ناقص، برضه الشيء اذا زاد عن حده يعني ما ندي البوتاسيوم نعالج المرض، تديه زياده قوي انقلب الى الضيق، لان بالعكس البوتاسيوم لما يبقى زايد او بره هيحصل ايه؟ يتجه من اللي فين؟ بره لجوه، يبقى جوه بوستيف وبره نيجاتيف، يبقى عمل لي ايه؟ ديبوزيشن. ده بيين اكتيفيت الصوديوم شانلز، لو حصل ديبوزيشن جامد ده بيوقف الصوديوم شانلز، مفيش اكشن بوتنشال، مفيش انقباض. يبقى مين الايرون اللي يهببك على الناحيتين؟ البوتاسيوم. نقص مصيبه وزيادته جدا مصيبه، اهو ده برضه سؤال جديد، انا ما خدتش هو ده في النظري؟ مفيش اهو. مكتوب عندك في الكيس ايه؟ ده إجابة السؤال. ابدأ صفحة الفضل. مراجعات كتيرة بقى أسئلة يقول لك اعمل ماتش. شوف الحاجة هتتكرر 100 مرة واحدة يقول أنت ماشي بسرعة وبعدين من أحمر. عارف ليه؟ إن الحاجة هنكررها 5 6 مرات. أنتوا بقى تساعدوني. الألفا ريسبتور ألفا 1 بتشتغل عن طريق إيه؟ بتعمل كالسيوم. والألفا 2 عكس البيتا. هذه السالفة. البيتا بنوعيها بتزود سايكل جي ام بي، ده تالت مره نقولها النهارده ولسه هنقول لك ام سي كيو تاني. البي بي بيتا، البي بي بيتا يبقى على ثلاث حاجات ما تعملهمش تمشي، الهار وهتلاقيها في مذكرات الام سي كيو اللي كده بالك، والهرمونز والميتابوليزم. طيب النيكوتينيك ريسبتور موجوده فين؟ على جوه الجانجليا. فين جوه الجانجليا؟ مين عنده ذاكره؟ اهي ده الجانجليا، ده البري جانجليونيك وده البوست جانجليونيك. هي موجوده على مين؟ على الممبرين بتاع البوست جانجليونيك. ده سؤال ازاي؟ طب الادرينا المدلله صدق ولا تصدق؟ الادرينا المدلله تعتبر جانجليون، يبقى عليه مين الكيميكال ترانسميتر اللي بيطلع الادرينا النوع دي؟ استايكولين اللي هو العدو اللدود ليه؟ ده تاني هيتعاد في الام اس كيو. صدق او تصدق اللي بيطلع الادرينالين نوع دي اللي هو الماده اللي عكسهم اللي هي ليه؟ لان الادرينالين لما تعتبر جانجليا تعامل معامله الجانجليا، يبقى نوع ريسبتور نيكوتينيك يشتغلوا من الاستايل كولين. طيب هنا بقى البارافيرتبرا الجانجليا موجودين فين؟ البارافيرتبرا من اسمهم موازين للفيرتبرا كلها، وده النوع الاشهر هما بيسموه لاترال او سمباتيك تشين. طب تاني نوع بيعمل ليه فيه سمباتيك مين؟ كولاترال. صح؟ كولاترال جانجل. عند الاورجن بيك بس. اما البارا بتحب اي نوع من الجانجل؟ تيرمال ثم تيرمال وادر جانجل. طيب مين الكولينرجيك فايبرز؟ كل السمباتيك والبارا سمباتيك بري جانجلونيك فايبرز. كل البري جانجلونيك بيطلعوا على السايكل ده هو طلب اسمه ماتشنج، يعني نختار اللي موجود بس، انما لو عايزين نكمل روحنا نكمل. وكل البوست جانجلونيك بارا وتو اكسبشنال سمباثيتيك. طيب النور ادرينالين ديستروي مين؟ بالمونو امينو اوكسيديز. فاكرين كان في تو انزيم بيعملوا ديستراكشن، اكيد لكم خصتوا مونو امينو اوكسيديز وكاتيكول اوميثال ترانسفيريز. مين فيهم اللي كان موجود في المخ والاعصاب؟ جراح مخ واعصاب المونو امينو اوكسيديز. لما هحكي لكم قصه الاكتئاب، الماده اللي تخليك مبسوط النور ادرينالين في المخ، اللي تخليك مكتئب عشان كده كمان اللي بيرسمها باللون الاسود الاستايل كولين. طب دلوقتي المكتئب عنده الاستايل كولين زايد في المخ، يبقى لازم نزود مين؟ يبقى
نمنع تكسيره. مين الانزيم اللي يكسره في البرين؟ المونو امين اوكسيدين اللي اختصاره ماو اللي هو قلنا بتاع الصين. وده كان اول دواء في العالم لعلاج الدبريشن. لما قلت لكم تعالى احكي لكم ليه بناخد الانزيمات دي من وجهه نظر الكلينيكيه وليه هما بيسالوا فيها؟ لان هو ده المهم. لكن لو بوظت الماو النور امين يزيد في المخ. فالالتهاب بيبقى في روح. طبعا قلت في ادويه دلوقتي احسن 1000 مره في السنه ده اول دواء. سيرتونين سبريسور ده اهم دواء للالتهاب في العالم كله. اسمع لي نشكر. دكتور صفحه اتفضل. ليفر ماسك شويه اسئله بقى مش بس. الاكشن فرنشال في النيرف. نفس الكلام ما تتضايقش ان انا ماشي بسرعه هو هيتعدى لي في الانس بس المنظور مختلف قليلا. بص اكشن بنشن في ستيمولس ارتفاكت بعدين ليتن كيلو بعدين ديب بوزيشن اول بطيء لحد الفايرنج ليفل هو ناقص 5 و60 بعدين سريع بعدين ريت بوزيشن اول سريع وبعدين بطيء وبعدين يحصل هايبر الحته دي بيسموها سبايك. الحته دي بيسموها هايبر بوزيشن. سؤال مش عندنا بس يعني هنتسلى فيه. المده مده السبايك كام؟ 2 ملي سكند. في ناس مذاكره. والهايبر 40 ملي سكند. طيب تعالى نمسكه واحده واحده. الستيمولس ارتيفاكت عرفنا عنها بالمثيل. سببه تسرب التيار من الاستيمولس ان احنا بنستخدم اي نوع من الاستيمولاي الكتريكال استيمولاي. خلينا نقيس الاكشن بوتنشال ده كهربه النيرف انما ده مش كهربه النيرف ده كهربه الاستيمولس. وحتى قلت لكم ليه كهربه الاستيمولس سريعه جدا واثرت في الالكترود ولسه كهربه النيرف ما مشيتش. الكترونز لانها الكترونز بينما النيرف عايز فاهمين كويس الكلام. نيجي ليه تمثيل انت هتوصل بيكو على قد ايه؟ لا يتناسب طردي مع سرعتك الفيلوستي وعكسي مع الديستنس. الليه تبديل ده سؤال هيجي لنا في الام اس كيو. حاجه ده كلام بتاع اطفال. انا هوصل بيتنا بعد قد ايه؟ كل ما امشي بسرعه اوصل في مده اقل يبقى الفيلوستي فوق طردي لكن كل ما المسافه من هنا لبيتي تبقى اكتر اوصل بعد مده اطول يبقى اذا الديستنس اتحط تحت. قلت لحد الفايرنج ليفل بنفتح بعض الصوديوم شانل. فقط عند الفايرنج ليفل بنفتح اول صوديوم شانل. تمام؟ طب مين شاطر يقول لي سبب الريبوزيشن؟ لازم تقفل الصوديوم. ان اكتيفيشن اوف صوديوم واكتيفيشن اوف بوتاسيوم. طيب خد بالك البوتاسيوم بيحصل له التعبير بقى تاني صوديوم ان فلاكس يدخل. الصوديوم بيحصل له صوديوم ان فلاكس انما البوتاسيوم بيطلع صوديوم ان فلاكس. طب ليه في هايبر بولاريزيشن؟ لان ما قدرناش نقفل كل الصوديوم كل البوتاسيوم شالت فما زال في شويه بوتاسيوم بيخرج فحصل هايبر بولاريزيشن. ليه البوتاسيوم شالت في البطن عندها 1 جيج جوه؟ انما الصوديوم 2 ودي بتفتح دي بتقفل سريع جدا نلبسه فما بنلحقش نقفلهم هنا فما زال في شويه فالحين فتدفق البوتاسيوم عمل هايبر بولاريزيشن. طيب نيجي بقى لايه؟ الابسولوت ريفراكتيف بيريود. سؤال عليه الابسولوت ريفراكتيف بيريود كونسايز مع الاسندنج فاكر؟ والفيرست ثيرد اوف ذا ديسندنج 30% من ديسندنج. اما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود كونسايز مع الريست او بيسالي بقيه ال بيسالي انها 100 مره وهتقولها تاني في الام اس كيو. يبقى تاني الابسولوت كونسايز مع الاسمي والفيرست ثيرد اوف ذا ديسالي. هو ايه فايده الهايبر بولاريزيشن؟ لا يعني يبقى انك تطلع اكشن تنشن صعب ولا سهل دلوقتي؟ ايه رايك في الهايبر؟ لا صعب يبقى الشغل صعب فتريح شويه عشان ما يحصلش تو بريفنت اوفر اكسيتيشن. لو كان سهل اوصل فاير ليفل ممكن بقى احرك فيه كيف الاخر يحصل لي فتيك.
ربنا عشان بعد كل كهرباء واكشن نريح شويه من بعيد يعني فارق ايه عشان يبقى تطلع اكشن وتنشن اصلا ما تاني absolute concise مع ايه ده هنجيلها في تاني في المستقبل absolute مع الاسيدي وتفرق تاني ضد السيدي اما الريلاتيف مع مين؟ الريست اوف السيدي طب في سؤال في المستقبل تعالوا نفكر دلوقتي ايه الكوز اوف ابسولوت ريكت فيو؟ ان في الفتره دي مش ممكن افتح صودوم شانلز خالص كومبليت ان اكتيفيشن صودوم شانلز ما اعرفش افتحهم تاني وبالتالي مش ممكن اعمل اكشن تنشن مين انما ايه سبب الريليتيف؟ ان سام صوديوم شانلز ار ان اكتيفيتد يبقى هنا كلهم ان اكتيفيتد انما هنا سام يا ممكن اعملهم بس اصعب هنجيلها في الام اس كيو نيرو ماسكولار ترانسميشن اظن قلناها قبل كده مش عيلها تاني بس تعالى نعيدها تاني خمس احداث بس طيب ريليز ريليز بالاكشن بوتنشال بالكالسيوم الاكسيتوز الخطوه الثانيه كروس ذا كليف مش عايز اشرح ثالثة يمسك في الريسبتور اللي موجودة فين؟ في الموتور اند بليت لا مش الجيس الموتور اند بليت اللي في الماسك نوع الريسبتور اللي قلت لكم الماسكين ده سؤال في الامس كيو الكوتانيك فيزود البرميابيلتي صوديوم 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 ثم طب عارف هتيجي ايه في الامس كيو؟ بيزود البرميابيلتي للكاتاينز صح الصوديوم بتسهم لانهم بوست بيروحوا للكاثود وعشان كده يسموهم كاتاينز هي هي فيعمل اند بليت بوتنشال سؤال الام اس كيو ده بيتبع حضور نار وابسولوت ولا جريدر سبميتد؟ جريدر سبميتد الخطوه الرابعه يطلع منين اكشن بوتنشال ادجيسنت تيلر الخمسه اتكسر اثر مين بمين؟ لا مش بالانت بالكولين سبيس طيب هقولها تاني مع الام اس كيو اطلع الصفحه من فضلك كل صفحه لها خمس دقائق يتلقط الرصاص طيب السكيلتال ماسل بقى الاسئله السم اللي قلت لكم عليها فاكر انت الترانزفيرس تيبيولز؟ في ترانزفيرس تيبيولز كده اللي هي كانت موجوده عند الجنكشن اوف اي مع اي مش عند الزد لاين وفي هنا ال سايتوبلازميك دي كده لازم تبقى لامسه ال تيبيولز لامسه عشان مع بعض بيسموهم سايتوبلازميك سيستم دي تيبيولز فيها حساس هنا سنسور مين فاكر اسمه؟ اسمه صح داي هايدرو بايريدين ريسبتور يحس ان الاكشن بوتنشال بس يبقى ايه انا اقول كل المعلومات اللي مطلوبه ولا مش مطلوبه في الماتش؟ يعني في الماتش مش هتلاقيهم كلهم هتلاقي واحده فيهم نوع الفلويد اللي فيها ايه؟ اكسسيلر طبعا هي بره وظيفتها ايه؟ توصل الاكشن بوتنشال بسرعه في المصر بتنتهي بمين؟ بحاجه تحس الاكشن بوتنشال دي اصعب سؤال اللي هو هنا كما هو اسمه ايه بقى؟ داي هايدرو بايريدين بسبب اتش بي بسبب طيب فنلاقي لما الكهرباء التيرنال سيستم يفتح الكالسيوم شانل اسمها ايه قلناها قبل كده؟ رانودين بسبب رانودين بسبب ايه؟ دي كالسيوم شانل يتدفق من خلالها ايه؟ كالسيوم اهو طيب الثيك فيلامنتس هما مين؟ المايسين الثيك فيلامنتس هما مين؟ الاكتين خلاص اساسي طب ايه وظيفه التروبومايسين؟ بيغطي البايندنج سايتس في الاكتين خليني افهمها كويس قوي طب ايه وظيفه التروبونين؟ هنشد منه التروبومايسين مين اللي بيمسك فيه؟ كالسيوم انهي حته التروبونين؟ بيمسك التروبونين ولا التروبومايسين؟ التروبونين برافو عليك مسرحيه تخليك اصعب اسئله تعملها النقطة نيرف اكشن بوتنشال هنا بقى حط لك الرسمة دي وقال لك طول كل واحدة ايه؟ نمرة واحد ده ليتا بيريود نمرة اتنين ده الاسندنج اللي هو الديب بولاريزيشن ثلاثة ده اسمه اوفر شوت أربعة ده ريبولاريزيشن ثلاثة هايبر خمسة ريبولاريزيشن خمسة هايبر بولاريزيشن سهلة هو اختار اوفر شوت فانا خلاص سبايك اوفر شوت ينفع طبعا بس هو كان محدد اختار فيه ما الكلام اللي هو محدده تختار الاوفر شوت الريستنج ميمبر بوتنشال في النير ناقص 90 فولت ولا ملي فولت؟ ملي فولت سببه ايه؟ سيلكتيف بريميبيلتي ثم
ثم ناقص 86 بوتاسيوم وصوديوم بوتاسيوم طم قبل وكام؟ 4. الايونيك بيزيس قال لك فيس 2 اهو فيس 2 سببها صوديوم لسه قايلينها انفلكس. فيز 4 اللي هو ده الريبوزيشن ايه سببه؟ ان اكتيفيشن صوديوم، ان اكتيفيشن صوديوم ثم اكتيفيشن او بوتاسيوم. طب ليه حصل هايبر بوزيشن؟ مش كل بوتاسيوم شان قفل. سلو كلوزنج بوتاسيوم شان. حصه سريعه اه بس في حاجه بتتعاد اليوم خلاص دي تعوض بحيث تطلع حافظها صم. لو حفظت هذه المذكره ما بص ما فيش حاجه للتجربه مع العبد ده. يعني فاهمين؟ يعني عرف العبد ده من زملاء هم سببوه هم عارفين النتيجه طلعت ازاي. يعني انا باجي اهو بقى لي سنتين ما جيتش، اول ما باجي طلب تيجي اصلا طب انا عارفين هنا انا لسه بقى لي سنتين ما جيتش. من اقران. طيب انورد ريكتيفاين بوتاسيوم تشانل ليه سموها انورد وصلي هنا قلت لان انت قلت الهايبر بوزيشن بيقعد قد ايه؟ 40 ملي سكند صح؟ اللي هو بيبقى فيه هايبر بوزيشن يعني بره بص فيه بوتاسيوم كتير خبر زياده. فالحل عشان نرجع للريستنج ممبر بوتنشال تاني ان الزياده ده نعمل له ايه؟ ندخله صح؟ عشان كده سموها انورد لانها بتدخل بوتاسيوم في الاغلب. هل بتخرج بوتاسيوم؟ اه في الحته دي بس بتخرج بوتاسيوم. اللي هي اقل حتى ب 2 ملي سكند، 2 ملي سكند ده كل السبايك. هي بتخرج بوتاسيوم في اثناء جزء من السبايك. انما 40 ملي سكند بتعمل ايه في بوتاسيوم زياده؟ عشان كده ما سموهاش اوت مع انها بتخرج وتدخل بس في الاغلب بتعمل ايه؟ بتدخل لان الهايبر بولاريزيشن اطول من السبايك في السبايك بتخرج عشان بتعمل ريبوزيشن صح؟ انما في الهايبر بروزيشن اللي خرج زياده بيدخل. طب دي مدتها 2 دي مدتها 40 يبقى في الاغلب لو بصيت هتلاقي انهي واحده؟ هتلاقي داخل ولا خارج؟ هتلاقي داخل عشان كده سموها انوريتفاينج. انوريتفاينج يعني في اتجاه واحد مستقيم يعني اساسا ايه؟ بوتاسيوم شال. ده سؤال صعب. ايه اللي بيصحح الفاضي؟ الرسمه دي انا عاوزك ترجع في الكتاب يعني انا ما كانش فاضي الكتاب ف يعني ما رضيتش ايه ان ساعات بيبقى مش واضحه اللي متاكد منه 100% كتبتهم لك ان ده ستايل بريف ديسك اللي هي نمره 4 نمره 6 ده السينابتيك كليف في بقى حاجات ناقصه مثلا انا اتصور نمره 1 ده اللي هو التيرمينال نوبس بتاع الانهيال او الاند في طب انا مش عارف هم كاتبينها في رسم الكتاب ايه وهل كتاب النظري؟ يعني بص انا قلت لك هاتها بالكتاب يعني. المهم قلت عشان ما اختارش تعبيرات خاصه بيا سبتها انت تكتبوها. يعني زي ما هم معلمين عليهم انت اكتبهم. سهل؟ مش كده. ليه؟ ستيبس اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن للمره الرابعه. خمس احداث يلا. ستابيليز ريليز. هنا انا قلت لك كلمات. اكشن بوتنشال. كالسيوم يطلع فيه كالسيوم شانل واكزو سيتوز يعدي الكريبت ما تقولش حاجه باينز للريسبتور اللي موجوده فين؟ موتور اللي بي ده نوعها ايه؟ تزود بريمارين في مين؟ صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم النتيجه يحصل دي بولاريزيشن اسمه موتور اللي بي بوتنشال ما بيقولوش كده الامريكان بيقولوا اللي بي بوتنشال ده ينفع يطلع اكشن بوتنشال طبعا لا لازم يطلع من اجهزه من مع بعض بعد كسر الاستايل كلين بين كلين ولا بالانتي؟ لا بولين الحمد لله ازعل سريعه اه بس الحاجه بتقلي خلاص بقى سهله واضيه وجميله للامانه انا عارف الكتاب التاني الثقه تبقى دي لان بقى في فرق انك تسمع من زملائك الراجل ده بيعمل ايه وانك تعاين هو عمل معاك في فرق عارف تذكرني كويس قوي هنا وهنا فقط تصنع علاوات. اقلب صفحه الفقر. دي مالهاش علاقه في ناس فاكره انها ريليجن لا ده انا بقى راجع لك الاسئله بالظبط اللي هتجي لك زي ما هنقول لك كده هتجاوب. النيرف ستراكشر. اه ده بقى احنا خلصنا الجزء الاول في الحس انتقل للجزء الثاني. تعالى بقى ابتدي بال فوتونوميك زي ما بدانا. يعني عامل لك كل اسئله الام سلوك في النيرف في سبع صفحات والفوتونوميك في اربعه. هات لي النهاية الإلكترونية.
صفحة هتبقى بعد 7 صفحات. هتبقى مجد بسوء غلط هتبقى صفحة 7 جول لاج على سنة دي نهاية. في ناس فاهمة ان انا هعمل زي بقيت الزملاء اللي هم افاضل ناس مهتزين وفوق راس الدور. اللي هو بيمسكوا الكتاب ويحلوا مع الطلبة الاسئلة. بعد 20 سؤال تلاقي الطالب يقول هب قول يا بابا دي غلط ودي صح ودي غلط ودي صح. الطالب حتى سائل الحس. فانا مش كده على الاطلاق. عارف دي من اصعب النقطات في عملها بتاعت ام اس كيو بقى. هب احكي لكم ويكون بعملها ازاي. في اي حته. دلوقتي اسئله متنطوره. فعبد الله الكورس في دماغه. فالاول احط على السفره كده شويه ورق. اقول النيل ده عباره عن ستراكشر ثم نيرو ماسكولار ترانسميشن ثم اكشن بوتنشال ثم اكسيتابيلتي تشينجز ثم السب تريشر ستيمولس ثم الفاكتورز افكتنج ثم البروباجيشن. بعدين امسك الكتاب بقعد الف عن الكتاب اللي فات. السؤال ده في الحته دي اكتب رقم، السؤال ده في الحته دي، السؤال ده في الحته دي. فبعد كده بقى عندي في كل ورقه مجموعه الاسئله اللي جت، دي مرحله اولى. المرحله الثانيه ابص في الاسئله دي ارتبها كاني عاوز اقول موضوع نظري. مثلا في الار ام بي يعني عاوز اتكلم ايه الاول مثلا على الديفينيشن، هتشوفها لما يجي دماغك. يبقى في سؤال على الديفينيشن يبقى احط ديفينيشن، وايه الجمله بالظبط اللي جت؟ ماليش دعوه باللي جه في النظري، انا عاوزها من منظور الام اس كيو. الام اس كيو كتب في الديفينشن ازاي؟ ساعات تكتبه بطريقه مختلفه. وبعدين طب تاني حاجه الفاليو، تالت حاجه مثلا هم كاتبين ازاي بنقيسه سؤال. نكتب رابع نقطه اسبابه، خامس نقطه الفاكتورز. بحيث انك تقرا كانك تقرا موضوع نظري. متجمع ازاي؟ متشبك ازاي؟ من الستيتمنت بتاعت الام اس كيو. دي مرحله تانيه. المرحله التالته باير مذكره، مش كده؟ دي اكتر مذكره بتعدي في الدنيا بتاعت الام اس كيو دي. وورد وايد بيعملها فرد واحد بس. العبد الله. اي واحد تاني يبقى ناقلها. لان لازم واحد في دماغه الاسئله وعقليته مرتبه جدا ونلعب بتاع اللي فات. يمسك الكتاب بتاع هنا او هناك ويجري بيه حوالين الترابيزه. ويبقى الاول مرتب فين الموضوعات ويحط عليها الاسئله وبعدين يرجع يرتبهم في شكل موضوع. وهي في النهايه اسئله ام اس كيو. بعد ما تقرا الاربع صفحات دي في قدومك تقفلها هات بقى كتاب ام اس كيو هتحله في 10 دقائق. انك قريت نفس الجمل بس مرتبه على الموضوع. فدي معلش خدت خمس دقائق وقعتكم. دي اصعب مذكره واكثر ما في المذكره عاوز افند في عمليه مهما سبيسيفيك لعبد الله. يلا اوتونوميك نيرفس سيستم رقم الساعه اللي كام؟ 2 في الترام. فجمعت لك الاسئله بتاعت اناتوميكال كونسيدريشن. الاوتونوميك نيرفس سيستم سبلايز حاجتين يا ماسل يا جلان. والماسل يا اما كاردياك يا سمول والجلانز اكسبراينال اندوكراين. خد بالك بقى اللي بعديها. It does not supply the skeletal muscle. يعني ضمن السؤال كان مكتوب الاوتونوميك نيرفس سيستم سبلايز اول ذا فولوينج اكسبت. هو عاوز اكسبت. فلما اقول لك نوت يبقى هو كان طالب الايه؟ نوت. ليه كتبت لك نوت؟ لان السؤال قال لك اختار الاكسبشن. سكيتال ماسل دي غلط. سوماتيك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم تو افرين نيرون سيستم. مش وان زي السوماتيك. في بري جانجليونيك بوست جانجليونيك. بري جانجليونيك لازم يطلع من السنترال نيرفس سيستم. البري لازم يطلع من ايه؟ من السنتر. والبوست جانجليونيك لازم يطلع من الجانب. طب ايه وظيفه الجانب؟ ده سؤال. ستريتنج سنتر. ان عدد دول لدول واحد تسعه. طب يبقى مين عدده اكتر؟ يبقى لازم يبقى سي ام مالينيتو اللي بقى صير عموما شورت. انما ده قليل يبقى عندي فرصه استخدم الفايبرز الاحسن بي اللي هي التيم ماينيتي ولازم يبقى نسبيا لونج. طب تعال نقارن البارا بالسمباتاتيك. البارا لعبتها لعبه حلوه جدا. ان حطت الجانجا تيرمينال هنا يبقى في حاله البارا البري طويل جدا والبوست قصير جدا. في حاله السمباتاتيك ما تحطهاش جوه. ليه البارا حطيتها جوه؟ لان هنا بيطلع استاب جرين وهنا بيطلع استاب جرين فلا ضرر جدا.
جيتس ليه بارا حط التيرمينال الكيميكال ترانسميتر هنا ستايل كولين وهنا فاستالكين. لما تحطها جوه ضربت عصفورين للاسكياء بحجر واحد، ان استفادت ان الحلو السريع طويل او الفجر. طب هي بتطلع ستالكين عند البي وعند البوست، البارا لم يعرف حياتيس ولا ستالكين، يبقى كميه ستالكين هتطلع جوه الاوربت بتبقى ايه؟ كتير. عمل اكشن قوي جدا. الشيء اللي مش ممكن يحصل في السمباتاتيك، السمباتاتيك بيطلع هنا اسيتايل كولين وهنا نور خلف الله خليفه خلف خلاف، كان الاكشن هيبقى محصله صفر. ففهمت ليه السمباتاتيك لا يمكن تحط الجانين جوه؟ لانها بفرض انها حطيتها جوه، تعالى نفرض انها حطيتها جوه اهي، هرسم دي نسمه خطا. عندي البري بتطلع ايه؟ اسيتايل كولين. وعند البوست رديد. يبقى داخل نفس الاورجن في مادتين عكس بعض. خد بالك برضو في نقطه مش فاهمها. طب انا برسم جانجل وبحط دايره، الدايره دي من اختراع الناس اللي بترسم في الكتب، لا وجودها للدايره دي اساسا، دي بس عشان نحدد يعني هما سايحين على بعض، يعني ده ممكن يجري هنا عادي خالص يجي هنا وده يجري ده، اما يجري هنا الساكن الساكن اكشن يبقى اقوى، انما اما استنكن يجري لي هنا يبقى قصدي الاكشن، لانه هيشتغل على ريسبتور معاكس للريسبتور بتاع النوع ده. فالدايره دي اقعد تفتكرها انها حبسه الكيميكال ترانسميتر، مفيش الدايره دي اساسا. فلو السمباتيك كان تيرمينال بفرض خطا يبقى ده معناها تطلع تو انتاجونيستك كيميكال ايه؟ ترانسميترز. حاجتين عكس بعض، يبقى بتبذل مجهود كبير وفي النهايه الاكشن تافه جدا. فالسمباتاتيك كده اتلم وقلنا له اطلع بره عشان سوري الاستايل كولين يطلع بعيد عن النور ادرينالين، يبقى النور ادرينالين هنا والاستايل دي مفيش كده عمره ما يبقى جوه، يبقى الاستايل كولين بعيد عن النور دي ما يطلعش داخل نفس الاورجان مادتين عكس بعض. يبقى برضه السمباتاتيك البري جانجليونيك طويل والبوست قصير، بس عموما لما تقارنهم ببعض البري بتاع مين اطول؟ بتاع البار، لان هو اللي الجانجليا جوه الاورجن. ده سؤال مهم جدا في الاكس كيو. جنرال سبيكينج ربنا مطول البري اللي هو ماينيت اللي هو بيه ومقصر ايه؟ سي جنرال. لكن في ايهما البري اطول؟ بار. البار ليه؟ ان الجانجليا تيرمينال، انما في السيمباتيك نيفر تيرمينال. ليه نيفر تيرمينال؟ لان ده معناه انه يطلع تو انتاجونيستك ترانسميتر ان ذا سيم اوردر، انما في حد البارا يطلع نفس الترانسميتر في نفس الكميه تزيد جوه الاوردر. ده حلو قوي، نستفاد يبقى الاكشن اقوى. ادي ميزه ثانيه. فهمتوا؟ طيب يبقى اول حاجه قلنا الاوتونوميك سبلايز حاجتين وتو ايفنتس وتو كيميكال ترانسميترز استاذ نور كل حاجه اتنين ماشي. نمسك بقى الباراسمبلاتيك فانكشنز. البارا اساسا سكريتو موتور، هي بتشغل الجهاز العضلي ازاي؟ موتور طلع سكريشن. عشان كده بقول لك الباراسمبلاتيك موتور صح، ده سؤال الاس كيو. طب لما الجهاز العضلي يشتغل وتاكل نوزلك بعد الاكل وزنك ايه؟ يبقى انا بقول ده سؤال الاس كيو صح. فاهم؟ في خمس اعضاء للبارا، أربعة كرينيال 1973 3 7 9 10 معاهم البلبك دام. أربعة منهم في خدمة الجهاز الهضمي. الوحيد اللي ملوش دعوة بالجهاز الهضمي اللي هو الأوكيلو موتور. ده بيبني الجسد، حتى قلت لك بأسلوب لطيف، وده يخليك تقرا يبني العقل. يعني بناء برضه. مين بناء؟ خلاص أوكيلو موتور. قلت حضراتكم ممتنين للاوكيلو موتور دلوقتي. انتوا بتقروا اللي انا كاتبه. مش ممكن تقروا من غير اوكيلو موتور. لان هو بيعمل حاجتين لازمين للقراءه. بيبلي كونستكشن الكتاب اللي حاطه الورقه بيضاء بتعكس ضوء كتير في وشي. فلازم بيبلو كونستكشن هو مايوز اللي يسموها ايه؟ الاهم منها ان الاشعه جايه متفرقه، يبقى عاوز عدسه قويه عشان تجمعها على الشبكين. فبيكون تراكت سيري ماسل يزود الباور اوف ليتس. طب السؤال بقى بص بيجي لك بطرق كثيره. يبقى يقول لك فورنير فيجن صح؟ فور ري
reading newspaper. صح. حتى انا كنت بتكلم بعربيات. قراءة. النير فيجن هو القراءة. يعني شايف بيجيبها بأكثر من طريقة. لأحد طرق المسكيو. انت ما يجيبلكش المعلومة اللي انت عليها في النظر. المهم مفيد اوكي موتور في reading newspaper. انتم الان جميعكم ممتنون للأقربون. أجل أنا بقى ممتن لمين؟ أنا بتكلم أو يعاد وإلا هي يمشك مش هقدر أتكلم اللي هو بين 7 و9 اللي هو الفيشل وجلوسو فرنجي. طلعوا لي صلايب عشان أعرف أتكلم. عشان كده قلت لكم الفيجاس يطلع 4 عصائر. عصب واحد يطلع 4 عصائر، العصارة المعدية والمعوية والبنكرياتيك والمريني. وعصبين يطلعوا عصارة واحدة ليها صلايب لأن أهميتها تتخطى الهضم. كلام ده أهم حاجة. أنا ممتن لفيشر بروس فرينجي وفي تناغم جميل. فيشر يعني وجهي يبقى يد مين؟ صب صب والريف الصب صح؟ صب ليمبل والصب مانديبل والريف الصب مانديبل جاني. أما البروس فرينجي اليد واحدة بس كبيرة اللي هو عليها باروتد والريفي قطر ويسموا النوكلياي بتاعتهم سليفر نوكلياي. أما عندكم أنتم نوكلياي اسمها ريزن شوية اسمها إدينجر فيستر. أهم حاجة إدينجر فيستر يسموها إيه؟ إدينجر فيستر. يبقى خلصنا ثلاثة أهو. لو دي مراجعة نظري كنت أقول لك هيجي لك سؤال في الليلة نكتب كتاب عصب. أقول لك مثلا في الليلة نكتب تيجي أهم عصب بقى مايسترو في هذا الأمر اللي هو الفيجاس. ده حتى ده سهل بيبتدي من فيجا نيوكلاس ويعمل ليه تيرمي جانجل. يعني ده تكتب 70% من فراغ عبارة عن فيجاس. بيدي أربع حاجات ورا بعض كنتوا فاكرين. سوفيكس. ستون. اسمه الانتستين. النص الأولاني من لارج انتستين. فين السؤال هنا في الامس كيو ما بيجيش كده؟ في سؤالين. انه يجيب لك حتة غلط يقول لك بدي النص الثاني في الكل غلط أو النص الأولاني. يعني هنا ما غلطكش الوظيفه غلطك في المنطقه. في سؤال تاني غلطك في الوظيفه. طب هو بيغذيهم يعمل ايه؟ موتو. يبقى لازم يكونتراكت الول وريلاكس الاسفنج. فيجيب لك انه بيكونتراكت الاسفنج. غلط. عمره ما بيركز في الول لانه عارف ان الطالب دماغه في الول هيكونتراكت الول. بس يبقى عيدها بقى يبقى عشان كونتراكت الول لازم يريلاكس الاسفنج. ما يعملش كونتراكشن. ويطلع 4 عصائر كلهم ما عدا العصاره المعادية. معدية ومعوية. طب في حاجة بتتنسي فتملي يجيبها ان هو بيفضي الخصوص الجول بلدر. ايفاكيويشن اوف جول بلدر. طب في منطقته لازم يشيل غصب عنه القلب والرئة. بعدين هو بيوفر ويحب يبني فمش عاوز القلب يستهلك الطاقة اللي كسبها في الجهاز الهضمي مثلا عشان كده بيبطل ايه؟ يعني يوفر زكاة ويغذي الكتريا بس ما يغذيش البنك. ده سؤال ام سي يو. لان لو قلل قوة الانقباض ده مش هيلف عشان كده ربنا ما خلوش يدي البنت. ده سؤال في ام سي يو. لازم توفر زكاة ما تقللش قوة الانقباض قلل عدد الانقباضات. يبقى يغذي الكتريا بس يقلل هارت ريت بس نوت سبلاي لبنتك. هي مش النود بتبقى موجودة في الاتريا؟ طيب لما دلوقتي لما اعمل انهبيشن او اقلل الريت بتاع الاتريا ما كده الريت برده في الفنت هيقل. طب ما يقل. انا قلت الريت في ما هو لازم طبعا ما ده هيشتغل الريت وده الريت هما اثنين الريت قل بس قوه الانقباض مالهاش دعوه بالريت. يعني ممكن اضرب ثلاث ضربات بقوه جدا خلاص وممكن اضرب سته اخويا. الريت ملوش اي علاقه بالقوه انما طبعا هو بيقلل الريت والاتريا وبالتالي البنت لان الاتر هو اللي بيشغل ايه؟ فنت. لكن ما ياثرش في الفورس كونتراكشن هو ما بيديش ايه؟ فنت. ده سؤال مهم قوي. فاهم؟ بيقلل الريت وليس الفورس. مين مسؤول عن الريت؟ الاتر. مين مسؤول عن الفورس؟ الفنت. اللي هو بيغذي مين؟ الاتر. بيقلل الريت بس. ماشي. وعلى الرئه عكس عكس السمباتيك. السمباتيك في الحمل العادي كان بيها برونكو فنتيشن. انا بقولها لك بطريقه اسهل. ايه الكلمه لخص لي البارف كلمتين سكريتو موتور. خلاص حطهم تجيب اي وظيفه على البرونكاي موتور يبقى برونكو كونستكشن الموتور ويزود سكريشن خلص. اعتقد الفيلبس
اللي بيسوق الفضل اسكتوا لان انا عندي خمس ليالي صبر. ما عنديش اكتر من كده 20 سنه قلت لها دي كانت طلبات الفصل يعني طلبات الفصل الصبر. عيبها ان الناس دينا في وقت ايه؟ قليل. احنا خدنا الدروب في حصتين ونرجع مصر حصتين، لكن ناخدهم كلهم في حصه واحده وايه؟ كيسز وماتشي وام اس كيو. بس مش صعب ليه؟ لانه هما النقط المهمة في الامتحان معروفة وورد وايد. وفي حاجات متذكرة دي زيادة عن اللي في الكتاب شوية. يعني أنا بكمل يعني هو دلوقتي هما جابوا أسئلة على حاجات في حتة نسيوها. ممكن يجيبوها في الامتحان يقول لك جبنا حاجة بره الكتاب بس مهمة أنت بص عليها فبكملها لك. فدي حاجة تانية الطريقة اللي بعمل فيها دي إن لقيت حتة ما تنطبقش. خلاص أنا عرفت الحتة دي ما حطوش عليها سؤال وهي عليها سؤال أحطه. فاهم؟ فانت هتقدر تجاوب كل اسئله الكتاب وزياده كمان. فانت هتقدرها كويس قوي في الامس بس جربوها النهارده. تقرا الاربع صفحات الاول دكتور امي احفظهم صم. وبعدين افتح كتاب حل الاسئله شوف هتحله ازاي. سبع ورقات النبوه مصر وبعدين حل الاسئله شوف هتحلها ازاي. ان نو تايم هتحل. طب البيلف اثنين بتاع البيلفس بيكمل الصوره ده بيدي النص الثاني في اللارج انتستر والريكتال بيعمل ديفيكيشن والبلادر يعمل اكليشن مين شاطر في غيرنا مصر عشان نمكتوريت ونديفيكيت نعمل ايه في الاورو؟ ونعمل ايه في السفينتر؟ بس انهي سفينتر هي الانفولنتري انترنال ولا تنسى انه في الميجي تاني انا جايب لك سؤال بيجي بس بيعمل اريكشن انصاب وعشان كده يسموه نيرفاي اريجنس حكيت لكم القصه دي مش ده بتاع الاتصال ريكشن طيب هنا بقى اسئله متعلقه بالقصه دي يقول لك الاتروبين ده خدناه في الكيسز قبل كده ده ماسكارنيك ايه؟ بلوكر ده بيشيل كل البارا وفوق البيع هيشيل مين؟ الاثنين السيمباتيك مين مهمه فيهم؟ سويت جلانس انا هنا براجعك من وجهه نظر الامتحان لما يوقف السويتنج يبقى هتسخن فده هناك اتروبين فيه فجايب لك هنا في الام 2 بيركز في انه قفل كل البارا واتنين في السيمباتيك مين بتيجي في الامتحان؟ سويت جلانس هي دي لكن ده مصيبه اللي مفيش وجه مفيش مقدار الحراره بيحصل لك اتروبين عكسهم بقى الانتي كلين ستريس لما بوظوا كلين ستريس يبقى الاسرة دي مش هتكسر يبقى يزيد يبقى يشتغل عشان كده حتى كده عندهم لك شوف الام 2 ده عكس ده خدت بالك؟ وعشان كده في الكيس كنا بنعالج الاتروبين بويزن بالانتي كولين ستريس والانتي كولين ستريس كنا بنعالجه بالاتروبين لانهم عكس بعض اول حالتين كانوا في الالكترونيك ما هو ده يوقف البارا وده يشغل بارا فاللي يوقف البارا نعالجه ان نشغل بارا طب نشغل بارا زياده نعالجه ان نوقف ايه؟ بارا سهل كله تعاد تاني اهو هنسجل اخر انسجام في المذكره بس تعرفها كويس مكتوبه ازاي. نوتس باراسمباتيك داز نوت كوز انكريس سويتنج يبقى هي جت سؤال بيزود سويتنج. بيزود سويتنج ستايك مين بيزود سويتنج اه بس مش عن طريق بارا عن طريق سمباتيك ما يغلطكش اه ستايك مين بيزود سويتنج بس مش عن طريق بارا عن طريق سمباتيك. الاتروبين اهو ده سؤال ام اس كيو مش كيس مركزين بنفس الحاجات دراي ماوس قلت لك بنشخص راح دي وبنش في الخطا في زياده لان مفيش سالفيشن نو سالفيشن وبعدين نو سويتي لان بيقف السويت جلان عشان كده حصل اتروبين فيفر وبعدين ان ابيلتي تو ريد هنا لو انت حاطط واخد اتروبين بويزن البارا الاوكلوموتر مهم القرايه هو موقف الاوكلو ده سؤال ام اس كيو عنوانه الاتروبين كل ده صح ما عدا الاتروبين بينشف البق اه طبعا مفيش سايبيشن بيخليك ما تعرقش بيخليه ما عرقش مش عارف اقرا طبعا اللي عارف اعمل مش عارف شغل بقرا مش عاوز اعمل ميوزس ولا كونتراكشن في السي دي مصر استايك كولين فورمت وبيزود هارتين كولين زائد اسيتايل بس في حاله تنشيط اسيتايل كوينزايم ايه؟ طيب يختزن فين الاسيتايل او بيتعمل فين؟ الاسيتايل النوع دي بتوع السنه دي بيتعملوا مش في النيرون لما يبقى الكيميكال ترانسميتر
بتشوف سجاني هيفتكر حاجة ضخمة بروتين. ما ينفعش اعمله في سبيرما النووي، اعمله في الصومة في جسم الخلية. لكن السنة دي للتبسيط اللي اتقل علينا الاسباب انه علينا حاجات بسيطة. فبتعملوا فين؟ فين النوبس يعني. النوبس. بس ايه الفرق ان الكولينيجي قلت لكم كتير. كتير فيسكت، الفيسكت بتبقى كتير. انما الادرينيجي بتبقى جرانيو. ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال ام اس كيو. الادرينيجي بتاعت النور دي بتبقى جرانيو. يبقى ده نور ادرينالين، انما ده بس الطايب بيقوع تنسى كولينرجي كلير، كولينرجي كلير. طيب ريليز ازاي؟ اظن قلناها مع النيو ماسكولار ترانسميشن اكشن بوتنشال كالسيوم اكزو سيتوزيس. المره الخامسه اي كيميكال ترانسميتر يطلع بالثلاث كلمات دول اكشن بوتنشال كالسيوم اكزو سيتوزيس. وبعدين ديستروي ازاي؟ قلناها قبل كده. كوليد ستريزس نوعين، اللي عند النيرفز هو ده الترو، اللي عند البلازما هو ده السودو. طب في هنا سؤال هيجي لنا بعد كده. ريليز في بقى النيكوتينيك ريسبتور والمسكرينيك ريسبتور، ده المره ال 500. النيكوتينيك موجوده في كل نيوروماسكولار جنكشن او نيوتر كيبين وكل جنجل ده النيكوتينيك. اما الماسكرينيك في كل الاورجنز اللي سبلاي دي بتمر، وتو اورجنز بس سبلاي دي بسمبثيك. انتوا بتقولوا بقى دوت فيزيت دوت كل حاجه اتقالت 100 مره. طيب طب مين الادويه اللي بتستمنيت ومين الادويه اللي بتبلوك؟ هي سموها ليه نيكوتينيك ريسبتور؟ لان لها علاقه بال نيكوتين. نيكوتين اس سمول دوز ستيميليتس، لارج دوز يعمل بلوكج. طب لو جالك لو دوز ما هي تبقى سمول دوز، ولارج دوز اظن تبقى هارد. عيب بقى معلش يعني خير مش هنا؟ لا بفضل ساعة لساعة الا ربع. في اسنان، في اسنان تمام؟ اوعى تنسى ان الكوتينيك ريسبتور بتتقفل لما قلت لما بنقفل ادرينا المضاده. الراجل اللي هو عنده ادرين كتير بنهديه نقفل ادرينا المضاده لانها جنبي سجاره كوتين لارج دوز وكان شاي تتراثاين امونيا. خد بالك المسكرينيك ريسبتور بتشتغل بايه؟ بالبايلو كاربين وتتقفل بالاتروبين. مش كمان الاتروبين بيقفل كل البارا والسويت جلاندز وعلاجه الاتروبين بويزنج ادي بالعكس حاجه تشغل اللي هي البايلو كاربين. تبدو السفر فقط. سيمباثيتك فانكشن. ده بتاع الامرجنسي. واي اور فلايت. طب بعد الفايت وزني بيحصل له ايه؟ ميتابوليك في الام اس كيو مش انابوليك. صح؟ هنا بقى ما بنقسمهمش خمس اعصار زي هناك. هنا بنقسمهم تقسيمه ثانيه مناطق. هنا الدك ثوركس، كده النك ثوركس ابدومن بلبس. مين شاطر يقول لي؟ الاعداد زوجيه يعني هنا النك بتاخد بكام عصا؟ اثنين. ده الاصغر حاجه اثنين. الثوركس والبلبس باربعه، الابدومن سته. كاتبها لك على الجنب. الهيدا نك والثوركس بيريليف بلاترال جانجلي. اما الابدومن والبلبس اللي فيهم الفيسرا بيريليف كل لاترال جنب. انت ماشي ولا الاسنان؟ لا انا كنت ماشي. ماشي انت ضيق متاخر فاكر الاسنان تسال. كل لاترال ان ده هنا نيجو ثوركس في لاترال كده جالك ودول فين؟ كل لاترال. تعالى بقى برضه تاني لما واحد يشغل الجهاز الهضمي يعني بقى يعني هاكل الجهاز الهضمي يشتغل توزني بعد الاكل ده وزني ايه؟ زاد. يبقى اذا الباراسيمباثيتك بيبني الجسم انا بقولك. لكن السيمباثيتك بتاع الخناقه بعد الخناقه لو وزنتني ده وزني ايه؟ يعني استخدمت الطاقه دي في الخناقه فيبقى كاتابوليك. فهمتي كده؟
دي مش مذكرة نظري، دي انا اخترت الفانكشنز اللي بتيجي في الام اس كيو. ففي الهيد اند نيك اهم حاجتين عندنا اللي هما الاي والسكين. الاي ده بيبقى بتاعي بيعمل مقياس، يعني سعف الحركه. خد بالك في سؤال داخل السؤال، المقياس دي بتحصل باي كونتراكشن اوف بيبيلو دايليتو. لما قلت لك هنا البيبيلو دايليتو ايه اللي حصل؟ وصلت المايك كده. تعالى يا ابني اللي بره هنا ازاي بيحصل في الفايبر الشعاعيه؟ يبقى عشان يوسع لازم تنقبض ولا تريلاكس؟ تنقبض. يبقى لازم تستخدم الالفا ريسبتور. عشان كده ده الدايليتيشن الوحيد اللي بيحصل لالفا، يعني السيمباثيتك بيعمل برونكو دايليتيشن. لا الباصل مدوره كده سيرفر لازم تريلاكس بيتا. السيمباثيتك بيعمل بازو دايليتيشن بيتا. لان الفايبرز في الفيسل اللي بتدايليت سيركولر اهي، فعشان تدايليت لازم تريلاكس. يبقى هنا نوعها ايه؟ بيتا. البرونكو دايليتيشن شارب بيتا. لكن بيبي دايليتور ماسل فايبر شعاعيه، يبقى لازم تكونتراكت عشان تدايليت، تبقى الفا. عشان كده سؤال. يبقى المبيانس البيبي دايليتور ماسل سبلاي دي بيه بقى الفا، ومكتوبه تاني يعني في الام اس كيو انها جايه اكتر مره. السكين بازو كونستريكشن اند سويتنج. السويتنج مش بار، سويتنج سيمباتيك بيطلع ستايل ولين. لو عملنا انجري في السيرفايكال سيمباتيك يبقى كده ضيعنا هيدا نيك، يبقى هولدر سندروم. يبقى هذا المدريازس يحصل مايوزس، وبدل الانفيشن بالابر هيد يحصل توزس. نكمله. والانو ثالموس والجلد مش هيعرق، يبقى ان هيدروزس. ومفيش بازو كونستريكشن يبقى بازو. مش كلهم جايين، انا كاتب لك اللي جم بس. انا بنكتب اللي جم بس، السؤال اللي جه. ثوركس، في ايه في الثوركس؟ هارت رمقان. السمباتيك محمد قال كليه، يبقى الهارت نعمل ايه؟ نزود الهارت ريت والفورس اوف كونتراكشن، هنا مصلحه نزودها. الهارت اشتغل كتير، يبقى عاوز دم كتير، يبقى ده الوحيد اللي بيحصل له الكورونري بازو. احنا قلنا السمباتيك بيعمل كونسكشن في كل الجسم، معانا حاجتين. هارت ويل اشتغلوا لازم يعمل لهم دايليتيشن، الباقي كله كونستريكشن. طب النفس كام برونكو دايليتيشن. نيجي بقى للقلب اللي هي ست اعصاب اللي هو جريتر سبلانك نير اللي طالع من دور سيك تراسي. خد بالك هنا اسئله رخمه بقى. الثلاث غدد بتيجي اسئله ان احنا الليفر بيعمل جلايكو جينوميس، ما بيجيش سؤال كده. احد انواع الاسئله في الام اس كيو انه ينط، طبعا نجيب الاكسبشن ده نوع، يركز في اللي حوالين الرقم ده نوع، سؤال شكله صح وهو غلط يقول لك ان المصل فيها مسكرني غلط، المصل فيها ميكوتينيك. سؤال تاني ان هو ينط، يقول انت حافظ ان السيمباثيتك بيعمل في الليفر جلايكو جينوس، بيكسر الجلايكو وعليه الجلوكوز في الدم يحصل له ايه؟ يزيد. فيقول لك من الاخر انك لو عملت ستيميليشن للجريتر سبلانكريت نيرف هيحصل هايبر جلايسيميا. صح. ما قالكش يحصل جلايكوجينوليسيس وبالتالي سيبك كده انت ليك مخك انت. طب لما بتغذي السبلين بيعمل كونتراكشن. طب السبلين ده جواه ايه؟ ار بي سيز، فكميه الار بي سيز في الدم يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى يزيد الباكد سيل فوليوم او الهيماتوكريت فاليو اللي هي حاله الار بي سيز. بقول لك جريتر سبلانكريت نيرف ستيميليشن ما يجيبش سيت سبين خالص، بيزود الباكد سيل فوليوم ولا الهيماتوكريت فاليو. ومره طالب ستيوبد في الامتحان قاعد يدور لي ريسك بس في سؤال اوتونوميك على البلاد غلط. ليه؟ جريتر سبلانكريت اوتونوميك، التاكت سيل فوليوم اللي بتجيب فاليو دي في الايه؟ في البلاد. ففي سؤال غلط. مش غلط، هو مخه ضارب طارق. هو شال الحته اللي في النص اللي جريتر سبلانكريت كونتراكت السبلين ما قالهاش، وعليه جاب لك عليه. التاكت سيل فوليوم يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى جريتر سبلانكريت بيزود التاكت سيل فوليوم. تالي الغده بقى اللي هي الاذيع من الله. ما جابهاش خالص. هو لما استفدت الاذيع من الله مين اللي هيزيد في الدم؟
الادرينالين 80% من دور يبقى دي احد الطرق العشره بتاع الجينز كيو. نجيب اكسبشن دي طريقه. الاكسبشن كلهم سؤال معروفين. ان السيمباتيك بيطلع نور ادرينالين ما حد حاجتين بيطلعوا سايكلين لازم تيجي اللي هم مين؟ سويت جلاند ودي الاهم دي اللي بتيجي. وبلاد بيسر مش كده مصر. يجيب لك حاجه السؤال شكله جاوب نفسه السكريتال ماسل فيها ماسكارينيك ريسبتورز. هي فيها نيكوتينيك الماسكارينيك ده في الكاردياك والسموث ماسل صح لو كان قال لي كاردياك او سموث ماسل فيها ماسكارينيك الماسكارينيك ده على الاورجن ساعه البامب انما السكريتال ماسل اللي مش تبع البامب. يبقى السكريتال ماسل نيكوتينيك بقيه الماسل ماسكارينيك. انه ينط بيك حته بالسؤال ما يمشيش بالتضارب الفكري. الجريتر سبلانكيك يروح الليفر ما جابش الليفر يعمل جلايكوجينوليز ما جابش ايه؟ يزود الجلوكوز يقول لك جريتر سبلانكيك بيؤدي الى زياده الجلوكوز في الدم اه صح بيكونتراكت السبلين ما جابهاش يزود الباك سيل فوليوم ادي عبد الله ما جابهاش يزود الادرينالين والنور مره ثاني يجيب لك الحاجه اللي هي الاقل اهميه انت بتقول ان السمباثاتيك بيوقف الجهاز الهضمي انهيبت الوول اه بس يجيب لك التايتل سبلين يبقى لازم يكونتراكت عمره ما يجيب الهول انت فاهمك في الهول ان هو بيوقف الجهاز الهضمي طب بيقفوا ازاي بيجيب الهول ما يجيبهاش دي كونتراكت سفين بقى صح اي سفين بقى يعملها كونتراكشن انه يجيب لك الوظيفه صح والمكان خطا جريتر سبلانكين يغذي الديستال هاف اوف لارج انتستين هو بيبروك بلانتين بيتس الديستال هاف ده تبع البلفيك نيرف تبع الليسر سبلانكين نيرف سيمباثيك تبع البلفيك في البارا تبع الليسر سبلانكين في لسه سباكيك عكس البلبك يحتجز البول ويحتجز البراز يبقى يعمل ايه في الاول؟ يبقى ايه في السفنكتر؟ هاتي السفنكتر اللي هي السؤال انترنال اللي هي الامبرانت وبعدين ينهي العمل الجنس انا محتجز البول يبقى ماشي السين ايجاكيوليشن فور بايل شريك طيب يجيب لك الصوره الغير مالوفه انت قلنا السمباتيك عموما بيعمل بازو ايه؟ ريستريكشن ما عدا حتتين بازو ده الاكسبشن طريقه طريقه ثانيه هو بيعمل بازو ايه؟ كونستريكشن وعليه مقاومه الدوره الدمويه لما يحصل لها كونستريكشن مقاومتها يحصل لها ايه؟ لما كلها بتضيق هيجيب لك ان هو بيزود التوتال بريفورال ديستنس ما يجيبلكش خالص بازو كونستريكشن صوره اخرى هو لما يعمل بازو كونستريكشن في معظم الفيسل كل الفيسل تضيق يبقى القلب المقاومه قصاده كل الفيسل ده يعني المقاومه اللي بيغطيها الار الهارت ايه؟ كبيره يقول لك يبقى بيزود التوتال بريفرال ريزيستنس زي نفس السؤال بطريقه ثانيه هو بيعمل برونكو ايه؟ طب يبقى ريزيستنس دخول الهواء تبقى ايه؟ يبقى بيقلل البريثنج ريزيستنس فاهم؟ ده الام اس كيو عاوز ناس فاهمه مش واحد حافظ وعامل لك كل الصور. نيجي النور ادرينالين او النور ابنفرين فورميشن ايه الفرق بين الادرينالين والنور ادرينالين؟ الادرينالين اغلى من النور ادرينالين اللي محطوط عليه ميثايد الانزيم اسمه ميثايد ترانسفرين بيربط بسايد جروب النور ادرينالين عشان كده هدية عبد الله هي الوحيده اللي تقدر تعمل ادرينالين ان عندها هذا الانزيم اللي بيحط ميثايد جروب في النور ادرينالين. ده سؤال بتتعمل فين؟ اهو قصادك اجابه السؤال. في التيرمينال نوت، طب ايه الفرق بينه وبين الاستيرولين فيسكس؟ سؤال اهو، سؤال اهو، ده كلير انما ده جراند. بيطلع ازاي زي الاستيرولين؟ ده سؤال، ثلاث كلمات، اي كيميكال ترانسفير ده ثلاثة. اكشن اكشن بوتنشال كانسر اكزو سيتوس. حاجة 10 مرات حسيتين 10 على الأقل 10. مش كده؟ لأن قلنا النيورو باسمر ترانسفيشن خمس مرات ولا كل شوية نقولها يعني. ففي الاخر يعني سهله تقول لك اربع مرات نيرفال ماسل سبعه مش فاهم ايه وما انا ما بجاوبش اسئله انا مرتب الاسئله على الموضوعات كل ما جاءت النور اللي بترتيب كانك بتقرا نظري بس هي مش مذكره نظري هي مذكره نظري معموله بجمل الام فهمت بقى الفكره بتاعتها مش هنجيب الكتاب في ناس فاهم تقول لك اجيب كتاب ونقعد نقرا اسئله انت الطاق ده احنا جاوبنا كده مليون سؤال بنون طايم لو قعدنا نقرا اسال سؤال بقى من اربعه ستيتمنت وقول لي صح وقول لي غلط طالب يجي له انهيار نفسي هناك الاستاذ كلين كنا بنكسره بالكولين اسكريزس ترو وصود الترو موجود عند النيرفز اسمع دي
السينابتيك كريفت. وعشان حتى ما يجريش بعيد لو كنت فاكر بتاعك كان بيبقى ماسك في كل جين فايبرز. يعني اهو ده اللي هيكسر ساكين. طب ما يجري كده. لا ماسك في كل جين ايه فايبر باوند في كل جين فايبرز. ازاي بنوقف الكسرال كولين؟ بنكسره بالكولين ستريسس. الترو موجود في النيرف عند العاج. النيرف موجود في السينابتيك كليف داون. دي سؤال داون ماسك في كل جين فايبر. انما دول الغالي ما بنكسروش اساسا. اساسا بنعيد استخدامه مينلي باي اكتيف ري ابتيك. العصب طلع هو دي نشيله من على السد كده وقف العمل. فانا قلت لكم تاني الريسبتور ان اكتيف الماده الكيميائيه اللي هي اللايجن ان اكتيف. الاثنين مع بعض يبقوا اكتيف ايده واحده ما تستقبش. فانت توقف العمل زي النوع دي بيروح ساحب النوع دي تاني مع السد وحطه عنده تاني بيعيد استخدامه. يبقى كل الاسباب دي اتكسر انما النوع دي معظمه ما اتكسرش. اكتيف ري ابتيك وشويه اتكسروا يا اما بالمونو امين اوكسيديز يا اما بين كاتيجوري اوميثال ترانسفيريز. السؤال جه ان هما اتنين في الليفر اهو بقى في الليفر. بس المهم مين في المخ والاعصاب؟ المونو امين اوكسيديز. وحكيت قصه عشان ما تنسوهاش ان الاكتئاب ده حاجه في المخ. مين اللي بيعمل اكتئاب؟ اسلايد كولين. مين يخليك فرحان؟ نوع ادرينالين. طب يبقى الناس المكتئبه كلام مين؟ فقد الواجهه الاجتماعيه مين اللي زاد عندهم؟ يبقى عشان اعالج العيان ازود كمان ايه؟ امنع تكسيره في المخ. طب هو في المخ بيتكسر بأي انزايم؟ بالدماغ. يبقى الدماغ انهبيتور. سؤال رائع بس ان عندنا احنا مش فاهمين ايه قيمه السؤال. ليه بيركزوا عليه؟ ده ما عادش بقى بعدين. ريليز عند البوست جانجليونيك سيمباثيك اكسبت 2 للمره العاشره. كل الثاني هل السيمباثيك بتاع النوع دي؟ لا. مين اللي بتاع النوع دي؟ فرده في السيمباثيك البوست جانجليونيك. لان الجانجليونيك بيطلع اسبايد اللي بيطلع هو البوست جانجليونيك ما عدا اثنين اسمعهم ثاني او عاشر اسم فول جلانس وفان فيسلز اوف سكيندر ماسك. حلقه الصفحه الفاضيه ادرينيرج ريسبتور. قلنا قلت لهم كل حاجه فيها ايه؟ ده تقول ازاي واحد فاكر؟ قلنا الريسبتورز مين ده لا تقسيمه مش كده الاول مش كده. برافو يا بوست سينابتيك يا فيس اهو. قلنا في عصب واحد في جسمك هو اللي بيطلع نور امين. ده مين ده؟ ده البوست فرده في السيمباتيك جانجليونيك سيمباتيك ولا بيبقوا ريشوكا تفهموا ماينس خلاص. وعند ده الاورجن انت متوقع الريسبتور فين؟ على الاورجن. يبقى بوست سينابتيك. يبقى البوست سينابتيك دول هم الاهم دول على الاورجن. لاول مره في التاريخ نلاقي ريسبتور موجود على النير. يبقى قبل السينابتس. هو سينابتس يعني مكان اتصال. سينابتس يعني اتصال. يبقى دول بري سينابتيك. دول بوست سينابتيك. دول على النير. اي منهم ينقسم الى الفا وبيتا. البي بي بي سبت على ثلاثة هارت هرمونز ميتابوليزم. البيتا هي اللي عفرة في القلب. طب ده المفروض ستيميليشن. البيتا انهبيتور اكسبشن. البيتا بتزود كل الهرمون وبتزود ميتابوليزم. خدنا ميتابوليزم الجلايكوجينوليس واللايبوليس. الجلايكوجينوليس انا اكسر الجلايكوجين عشان يبقى عندي جلوكوز واكسر الليبل عشان يبقى عندي فري فاتي اسيد في الخلايا. خد ده بيتا. يبقى البيتا عموما انهبيتور بتريلاكس. عندي ثلاث حتت شعريه. هارت ده اهم واحده من الاسئله. الهارت ربع الهارت ربع الهارت والاوائل ربع الهرمون ربع البيتا. الالفا اكسيتاتوري اكسبت على التست. في الاسئله بقى بتيجي في ثلاثه دايليتيشن في جسمك. برونكو دايليتيشن فازو دايليتيشن بيبريو دايليتيشن. مش كلهم بيتا زي ما انت معتقد. دايليتيشن كلهم بس مش بيتا. مين فيهم بيتا؟ البرونكو دايليتيشن والفازو دايليتيشن يا غدع خربت ودني. مين الفا؟ الكيلو دايليتيشن. دي اللي الفا لان الفايبر مش سيركلر فايبر ريديا شعاعي. يبقى ايه السؤال؟ تقول له مره قول له مره تقول بليز ترجع استنان جوه المذكره
بلاقوا فيها السر وفي طلبه كانت بتجيني ما عندوش قلم ما ذاكرتش خالص. انا اول مره افكر اطلع الفيزيولوجي قبل ال 15 يوم على الامتحان. اقول له انا مفكر دي وفجاه الموبايل نمره هايله ودي كارثه. ليه؟ لانه بيفتكر انه هيعمل نفس العمله في الترم الثاني. ما ينفعش ان في نظري بقى. بس بقالي. ما ينفعش لا اخد مذكره بتاعت اخر السنه دي وهي لوحدها كده بتاعت الامتحان الصغيره قوي. يعني في واحد ما عندوش ما ذاكرش خالص وذاكر بيلاقي نفسه جاب كل حاجه زي الفل، واحد تاني ذاكر طول السنه وما عرفش في الاسئله جاب نمرة هناك. مع النو هاو، في حاجه اسمها النو هاو، كيف تصل؟ هل ده خطه ثانيه خالص؟ مالهاش دعوه بالشرح اللي قلناه اللي هو في الكراش كورس او الكورس. ده خطه. الاسئله اهي. شوفها زي ما جت في كام دايتيشن في الجسم؟ برونكو دايتيشن، باز دايتيشن، في كل دايتيشن، مين الوحيد اللي الفا؟ خلاص خلصت هذه الفا. اللي بقوله هتلاقوه زي ما هو بالظبط 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 باذن الله. ميكانيزم المره ال 500 البيتا 1 والبيتا 2 بتشتغل بايه؟ بالسايكل البي البي بي 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 وتشتغل بالسايكل بي ام بي ده مين؟ البي ده كلها يا بيتا 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 بتشتغل بيه ساكت ال بي. نيجي الالفا بقى اللي بتعمل كونتاكشن. مش هقول لك المره دي هحاول اعمل ده. مين العيون اللي بتعمل كونتاكشن؟ كانسر. يبقى الالفا ام بي كانسر. الفا 2 عكس البيتا بنقص ساكت ال بي عن طريق ابيلانس سبيس. يا عم روح بالسامع انا بسمع كويس قوي. طيب نيجي للستيمنتس والبلوكرز. النور ادرينالين اقوى على الالفا منه على البيتا. دي قاعده. نور ادرينالين بيركز قوي على الالفا. الادرينالين ايكوال على الالفا وعلى البيتا. طب البلوكرز من وجهه نظر الامتحان مين اشهر بيتا بلوكر في العالم؟ اشهر دواء قلب مش البيتا البيتا اللي معاد على القلب بيتهدي كل حاجه بس معفر في القلب. يبقى لو واحد قلبه معفر اهديه ومعفر بالبيتا، البيتا بتهدي كل حاجه وتعفر القلب، ادي بيتا بلوكر اللي هو البروبرا نو بروبرا نو يقلل الهارت ريت بس بيعمل مصيبه ثانيه. البيتا بتعمل برونكو دايتيشن اللي بيحصل له برونكو ماستيشن يبقى ده مسويديشن. طيب الالفا بتبقى بلوك بحاجه اسمها الدولامين الدولامين تبقى عارف دي كويس. طيب نطلع تاني في سؤال مهم. احنا البري بقى قلنا عليه بيتا وعليه الفا. احنا قلنا البي بي بيتا ان البي بي بيتا ما عدا على هار اللي بعدها اسمها هرمون. طب ما النور قديم هرمون يبقى البيتا بتزود افراز النور قديم من النير بقى. لازم ان النور قديم ده هرمون بالليل بيطلع من الادرينال بيطلع لك هرمون. واحنا قلنا انها الاكسبشن هي بتهدي كل حاجه بس تزود مين؟ الهرمون. الهارت يبقى واحد هنا مش هارت كده بنتكلم عن مين؟ فتزود النور ادرينالين. طب يبقى 100% الالفا بتمنع طلوع النور ادرينالين. طب انهي الفا اللي كان الميكانيزم باكشن بتاعها عكس البيتا؟ الفا 2. يبقى لازم اول سؤال هنا الفا 2 عشان تعمل عكس الايه؟ البيتا. طب لما تمنع طلوع النور ادرينالين يبقى وقفت السمباتيك. ما هو السمباتيك بيشتغل بالنور يبقى الضغط يحصل له ايه؟ يقل. يبقى يمكن استخدام هذا العقار في علاج الهايبر تنشن. سؤال اتش كيو رائع. الالفا بلوكر البيتا بتطلع نور دي بتشغل السمباتيك تخلي السمباتيك يشتغل الماده بتاعته بتطلع ويشتغل. الالفا عكس البيتا اللي موجوده هنا تمنع طلوع الايه؟ نوع دي يبقى السمباتيك ما فيش نوع دي طلع السمباتيك اشتغل. لو الضغط بيعلي الضغط. يبقى يمكن استخدام هذا العقار في علاج الهايبر ده السؤال موجود اهو كام بقى؟ اه طبعا طبعا موجوده بس يبقى فاهم. طب في علاج تاني للضغط. انا ممكن اخلي سمباتيك يطلع نور ادرينالين في شنك هو بيعمل النوع دي من ماده اسمها دوبا. انا اخد قرص مش دوبا اخدع الانزيمات ميثايل دوبا فيعمل مش نور ادرينالين يعمل ميثايل نور ادرينالين مش ادرينالين لان ادرينالين لازم يزيد عن نور ادرينالين ايه؟ في مكان معين يبقى في كام شرط عشان يبقى ادرينالين مش احط ميثايل جروب احط ميثايل جروب في مكان معين لكن لما احط لهم ميثايل جروب في حته تاني
المفتاح مصدر للطين، ما زال في حته ناقصه وفي سنه تاني زائد، فلا يعمل فولس ترانسميتر بيستخدم برضه في علاج الهايبر تنشن. يبقى ممكن اعالج الهايبر تنشن بطريقتين، ان انا امنع العصب من طلعه قد ايه؟ يبقى اهل الالترا تون. صح؟ اسف اشغل الترا تون لان هي الكوره شغل مش عايز الجوكر اشغل هيب الفا تون مش عارف ايه البيتا بتطلع النقطه دي الفا بتمنع تروح النقطه دي انا عاوز امنع النقطه دي عشان الضغط يبقى ادي حاجه تستريت الالترا دي طريقه او اخلي النرج يطلع النقطه دي بايس محطوط فيه ميثايل جروب غلط يبقى ادي الفا ميثايل دور اكتب حرف الكي مش واضح فولس ترانسميت ادينا المظله فاكرينها الاديه المظله اتس كونسيدر موديفايد سيمباثيتك ايه؟ جانجليون يبقى نوع ريسبتور كولينرجيك نيكوتينيك ولا مسكرينيك اللي في الجانب نيكوتينيك الفوق نيكوتينيك واللي تحت على الغرفه مسكرينيك نيكوتينيك يبقى مين الكيميكال ترانسميتر سؤال المره 20 اللي بيطلع النوع دي الاديانين مسكرينيك ده الف سبلايد بمين الاديه المظله دي في الابدومين بالجريتر سكلانكريت نير بتاع الابدومين اللي هو سيمباتيك بيطلع من انتيرو هوب سيل ولا من لاترال هوب سيل ده سؤال لاترال هوب سيل انتيرو سوماتيك اي لاترال هوب سيل بين قوسين نوت انتيرو يبقى السؤال جه ايه؟ انتيرو بس ده الاجابه غلط هو بيطلع من لا من تحت بس تبقى فكره مذكره المذكره الاول تم جمع المعلومات كلهم في موضوعين اب اولى ثم تم ترتيب المعلومات انك تقرا جدول انت ما بتقراش يا معلومات متفرقه هنا بتذاكر نظري بس المعلومات الام سي كيو ثم تم تطبيق طيب اسكت شويه سكريت 70% ادرينالين و 20% نور ادرينالين هنا بقى ده سؤال اسئله صعبه الاستايكولين اكسيتاتي ولا انيميك؟ الاثنين لان هو على الجهاز الهضمي يقبض الوول ويلاكس السفنكتر بره بتشغل جهاز هضمي تقبض هنا وتريلاكس هنا يبقى هنا اكسيتاتي وهنا انيميتي طب على اي اساس بيعمل اكسيتيشن انيميشن حسب الريسبت لما الاسترابتين نفسه ما مش اكسيتاتي مش انيميتي ينفع يبقى اكسيتاتي وينفع يبقى انيميتي بس سؤال صعب ديبندنج على ايه؟ على الريسبتورز طيب الاورجانو فوسفورس بويزن ده كان عندنا كيس اهو اللي هو الانسكتسايدز مبيدات حشريه دي عباره عن ايه دي؟ دي بتقضي على الكوليد ستريس قضاء مبرما الريفيرسال غير مرتجع انتي كولين ستريس الريفيرسال انتي كولين ستريس يبقى شغل الباره لها بطريقه رهيبه فتلاقي العيان عمال يريل خلاص سايبيشن وفي بقى اساسات في سويتنج كتير وسلوينج اوف هارت دي بقى المصيبه وبرونكو في العلاج تقفل البار تقفلها في هنا مش هنطلع بالعلاج ده سؤال مسلوب كنا بنعالجها بايه؟ الاتروبين تقفل البار الانتي كولين ستريز يشغل بارا والاثنين الشاي زاد عن حدين انقلب الى الاتروبين يتعالج بالانتي كولين ستريز الانتي كولين ستريز كولين يتعالج بالاتروبين نيجي بقى للاثنين هاتكن سؤال ده ارجع بقى نيرفا المصل الام اس كيو اللي مكتوب عليها ام اس كيو هتلاقي الام اس كيو بتفرق ايه على بتاع الكيسز الارقام في مربع الكيسز الارقام في دايره اللي برضه هنحفظ بعض انت بتقرا هنا نيرف مصر هنا نيرف مصر مين فيهم كيسز ومين فيهم ام اس كيو؟ الام اس كيو كلها في مربعات الكيسز ازاي؟ طب اسئله اكتر من كده ايوه مكتوب طبعا في اولها ام اس كيو في كذا حاجه لفتح. ما الذي يذكره؟ اول طرح. بعد في كونسيديشن كير، بعد في ريست ممبر بوتنشال، بعد في اكشن بوتنشال في اثنين. ترتيب الموضوعات. فانت مبسوط حاسبك بتقرا مذكره. وحتى مختصره جدا. اقفل وحل الانستول. نو تايم هتعمله. ستراكشر. مين الفانكشنال مين الفانكشنال والستراكشرال يونت بتاع النيرون؟ ده سؤال، هقول لك حاجة ده سؤال رقم واحد. كان في
الكتاب، لو فتحت الانسولين في الكتاب ده رقم واحد. طيب المايلين شيث مين اخر لير في المايلين شيث؟ شوان سيت اللي هي لما بتلف بتعمل مايلين شيث. سؤال ما جابوهوش هم بس انا عارف انه بيجي. طب هل الامه اللي انت فيها شوان سيت؟ اه فيه بس مين اكبر؟ ما بيكملش. انا كمل. يبقى اذا ما هياش بس اسئله الكتاب، فاهم اقول ايه؟ يعني عبد اللي عارف الاسئله وورد وايد بيغطي لك الحاجات الثانيه اللي بتيجي ومش موجوده في كتاب لانه ممكن يجيبها. يقول لك جبنا سؤالين ثلاثه بره الكتاب للطالب المتميز حاطينهم لك. فاهم الفكره؟ يعني مش بس اسئله الكتاب، الاسئله المشهوره الثانيه. طيب ما هي وظيفه المارين شيز؟ ده سؤال. انت عمال تقرا على المارين شيز كانك تقرا نظري، بس هم مجموعه اسئله. المارين شيز بيخلي فيه نودز برانفير، يبقى لازم الايون تنط، يبقى لازم الكوندكشن يبقى فاستر ايونيك كوندكشن. انا بين قوسين يبقى دي مش موجوده. انا بذكرك الفاس هي ليه فاستر؟ لانه ده بيسموه ساتاتوري كوندكشن. يبقى ما بين اقواس دي بوضح لك بشرح لك حاجه. لكن لما بتبقى بين اقواس نط يبقى السؤال جه نط. بماذا تتميز ساتاتوري كوندكشن؟ شيئين رائع يعني بشيئين رائعين. لا فاستر ومفروض السرعه في الواحد يستاهل الوقود ولكن تاخد وقود اقل. كونزيرفز انرجي. حتى بالظبط ده التعبير اللي جه في الام اس كيو. مش ليس انرجي، توفر طاقه. طيب المايلينيشن بيزود ايه؟ فيلوسيتي اوف اكشن بوتنشال. طب الامايلينيتد ما عندهاش نودز فارنفير، ده سؤال. اول فايبرز هاف نيورو لما الماينيت الام ليد فيهم نيو ريمبا، دي مالهاش دعوه بالكونتاكشن، دي مهمه للري جنريشن. سترينث جنريشن كيرف كلها بديهيات ودي الليمت. لما ادي مؤثر اقل يدي استجابه بزمن اقل موجود. طب ما هو اقل ستيمولس اسمه ريل بيز اللي هو الثريشن؟ ده سؤال. طب لو اديت ستيمولاي اديتها سرعه جدا، لو مررت صبعك في النار بسرعه جدا تحس اي حاجه؟ يبقى مالوش اي تاثير. استملاي يا مدتها صار يوم ملهاش اي افكت. اهم بقى سؤال هنا، كل دي اسئله. كوناكسي از ذا تايم ايد باي لاين نارويتس، وظيفته يميجر الاكسيتابيلتي. ار ام بي بقى اهو، ده انت هتقرا كانك بتقرا سؤال. ديفينيشن ايه هو الار ام بي؟ قلت لك من الاخر بوتنشال بتاع الممبرين فيري بريس. طيب جايب سؤال عن ميجر بيقيسوه ازاي؟ لازم بفوليومتر، يعني حاجه بتقيس فرق البول، فولتوميتر يبقى حساس اللي هو الكاتب بيقيس له الفاليو ناقص 90 نوت زيرو، يبقى السؤال جه ايه؟ زيرو. ده هو بزيرو فرق الجهد ناقص 90. طب قال لك ان هو مساوي للاكوليبريم تنشر بتاع البوتاسيوم، الاكوليبريم تنشر بتاع البوتاسيوم ناقص 94. لو جت كلوز تو قريب من البوتاسيوم صح، لكن ما يسووش ان هو ناقص 90 والبوتاسيوم ناقص 94. أمانة فهمت فكرة المذكرة، إيه اللي صار؟ Causes of RMP Selective Permeability ثم Selective Permeability ثم Selective Permeability هي الناتج ومسؤول عن ناقص 86 والثانية ناقص 4. خد بالك بقى الاسئله جت سلكتد بريمابيلتي بتعتمد على ايه؟ اقرا معايا الجمل. ان البوتاسيوم جوه غير بره، مش جوه زي بره عشان ينتقل من جوه لبره، يبقى ان ايكوال ديستريبيوشن. فده ادى لايه؟ سؤال تاني، ان البوتاسيوم مشي بالكونسنتريشن جريدينت من جوه لبره، ده سؤال اخر. فخلى بره مور بوزيتيف. طب الصوديوم بوتاسيوم بام وظيفته الاساسيه بقى، في شويه اسئله جميله قوي، انه يرجع كل واحد في ايه؟ في مكانه. يبقى it keeps الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. طب عليه لو وقفت الصوديوم بوتاسيوم بام، سؤال بقى بالعكس، يبقى الصوديوم مش هيخرج بره، يبقى تركيز الصوديوم يزيد جوه وتركيز البوتاسيوم في سؤال ثاني يزيد بره، ده الغلط. طب هنا ثلاثه صوديوم يقابلهم اثنين، يبقى الميه هتروح ناحيه ايه؟ صد. يبقى الميه تدخل جوه يبقى الخلايا تفرقع، ده سؤال تاني. يعني سؤال بيقول لك بيعمل ايه الصوديوم بوتاسيوم بام؟ بيحط صوديوم بره وبوتاسيوم جوه. سؤال تاني، طب وقفناه يبقى العكس،
الصوديوم يزيد جوه البوتاسيوم بره، بس مين اكتر؟ الصوديوم. الصوديوم الميه تمشي لجوه يبقى الخليه تفرقع. سؤال تاني، انت بتقرا كانه موضوع بس انا واخد الاسئله من مرات مختلفه. ايه الفاكتورز افكتنج ريستنج ميمبر بوتنشال؟ مين اهم حاجه بتصل في البوخ ستيت؟ البوتاسيوم. لما ينقص بيحصل فاميليار تو ريكرنس، يزيد فاميليار هايبر كلمك بارالسيس، يعني زي البوتاسيوم برضه بارالسيس. ده مش جاي السؤال بس انا بذكرك ان اهم حاجه هي مين؟ البوتاسيوم. فانت بتنبسط عمال تقرا الديفينيشن بتاع الارق وازاي تقيسه واسبابه والفاكتور، يعني في الاخر حتى مش تدخل الترم الثاني وانت ابيض. لما بنقعد نحل ام اس كيو يدخل الطالب الترم الثاني ابيض ابيض خالص، مفيش اسئله نظري في دماغك. ان انت ما تحفظ دي صم، يبقى عندك يعني مخزن كويس لمعلومات يمكن استخدامها في النظر ليتر اون، يعني بتقويك مش بس في الام اس كيو، بتقويك جدا في النظر. انك انت بصيت على حاجات الام اس كيو من واقع النظر، مترتبه كانها مذكره نظر بس هي مش مذكره نظر، يعني بتضرب مليون عصفور بحجر واحد. اكشن بوتنشال اهو، بص الديفينيشن ما بختارش بتاعك هو بس سؤال ايه؟ اتس رابيد تشينجز ان بوتنشال، صح؟ اللي انا بين قوسين قلت لك هي دي عباره عن ايه؟ دي بولاريزيشن اند ريبولاريزيشن. الديسكريبشن في ستيمولس ار تي فاهم، حتى لو نقص واحده انا بكملها له، يعني هو جاب سؤال مثلا ما جابش على 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 الاسندنج، انا اكتبها لا ليتر بي اسندنج ديسندنج هايبر. فحتى لو هو لانه الزميل فاضل بيجيب اسئله بيجمعها مش في دماغه انها في الاخر تغطي الموضوع كامل. العبد لله بيعمل ايه؟ بيغطيها في دماغه القصه كامله. فلو في حته ما جابش عليها سؤال انا عارف فين السؤال بتاع محطوط ده، فهي اكشن اسئله الكتاب زائد وورد وايد اسئله يعني حافظها. فالستيمولس ارتيفاكت ده كهربه الاستيمولس ولا النار؟ كهربه الاستيمولس ارتيفاكت يا غدر، كهربه اسمه ستيمولس ارتيفاكت، يبقى كهربه ايه ده؟ يبقى current leakage from the stimulus. الليتر بيريود من غير ما تبص تتناسب طرديا مع حاجه عكسيه مع حاجه، توصل بيتكو الفيلوسيتي كل ما تزيد السرعه تبقى احسن. ديستنس خلاص؟ الليتر بيريود تقصر انما مع ديستنس. يبقى الديستنس فوق والسبيد تحت. السبيد يزيد الليتر بيريود تقصر، العلاقه عكسيه. انما الديستنس تزيد الليتر بيريود تقصر. مش كده؟ السندنج ليفل الفايرنج ليفل عند كام؟ قال لك اختار عند ناقص سنتر بيحصل عنده ايه؟ كل الفولتج جيت تشانلز بتفتح والصوديوم يحصل له ايه؟ ان فلو حاجات من هذه مره. سؤال صعب بقى، هل في اثناء الديبولاريزيشن البريميتي بتزيد الصوديوم بس ولا الصوديوم اساسا معاه البوتاسيوم؟ الصوديوم اساسا معاه البوتاسيوم. رابع ده طلبه ممتازه. هنا الاوتر جيت الصوديوم شانلز او اوبن صوديوم، ده سؤال بقى بيقول لك هل الصوديوم لما بيدخل بيدخل عن طريق النيبل فايلير؟ ده كلام فارغ. كل الاينز بتتحرك من خلال البروتين شانلز، مفيش اينز تمشي بالليبل. فاكره لما رسمت لكم الانتروكشن الايونات من خلال بص اسمع كلمتين بروتين شانل، بقول لك حاجه مفيش شانلز الا بروتين، يعني مفيش شانل ليه بتتحرك. كل الشانلز بروتين، كل الانزيم بروتين، كل الكاريير بروتين، كل الريسبتور بروتين، اي حاجه اكتف بروتين. فلما يقول لي هل الصوديوم دخل من خلال الليب بايلير دي ما فكرش فيها خالص، دي غلط. دي مفيش اي ايون بيتحرك في الليب بايلير. دي شفت الصفحه الفاضيه. الديسندنج ليب يمثل ايه؟ ريبولاريزيشن. ايه سبب ريبولاريزيشن؟ قولوها للمره العاشره. ان اكتيفيشن اوف صوديوم اند اكتيفيشن اوف بوتاسيوم. الهايبربولايزيشن مدته 40 مللي سكند، سببه ايه؟ ان البريميبيت للبوتاسيوم زايده بسبب ايه؟ السلو كلو جامب الغلط البطيء للبوتاسيوم تشانل. ايونيك بيزس، السؤال ده مش محطوط في الكتاب، اللي هو المشهور الرسمه اللي قلتها لكم. اللي في اثناء الريست بيبقى الصوديوم والبوتاسيوم اللي قافلين، بس بالفعل الصوديوم قافل بالاوتر والبوتاسيوم قافل بال انر، لان ما عندوش غير انر، وده الاعقل لان الصوديوم بره فعشان امنع دخوله من اللي بره، البوتاسيوم جوه عشان امنع دخوله من جوه. ده سؤال جوه مش حاطينه نسيوه، معانا سؤال مهم جدا. في اثناء الديبولاريزيشن بنفتح كل الصوديوم وبعض البوتاسيوم في الاسندنج ليب
كل الصوديوم وبعض بس. طب في الريبولاريزيشن سببه ايه؟ نقفل كل الصوديوم ونفتح كل البوتاسيوم. طب في الهايبرفولاريزيشن بنفتح بعض البوتاسيوم. ده مش ولا سؤال عليه بس زي ما قلنا هما مش كاتبينها مش هنسيب ولا لا ده ده في مليون سؤال هنا. طيب الهايبرفولاريزيشن سمر نوت صوديوم شان عندها كام جيت؟ اوتر لما تفتح تشتغل صوديوم شان يسموها اكتيفيتد جيت. طب وازاي بنبطل شغلها؟ بنقفل الانر فتح فصل الانر هي الان اكتيفيتد جيت لانه هيفتح ده هيفتح اشتغل كده دخل الصوديوم وبعد ما يدخل الكميه اللي عاوزينها هيقفل الانر يبقى فتح شغلناها بالاوتر يبقى دي اكتيفيتد وقفناها بين الانر هي الان اكتيفيتد. الانر بتسمع عنده كام جيت؟ واحده بس عنده. ده اسئله مجاهدين عليها اهو كتبتها فهم؟ ليست هذه المذكره هي كتاب القصه عشان ما ينفعش اقعد معاك واحل كتاب القصه هنحل 20 سؤال وخلص الحصه. احنا خدنا الكيسز اوتونومي ونيرفا مصر ونيرفا مصر وكيس والام اس كيو والام اس كيو اللي في العالم كله زياده سبع ورقات. طيب ايه الفاكت؟ اهم حاجه تاثر في بولاريز ستيت ريسك بوتنشال هو التاسو. ده سؤال هم جابوه في الاكشن بوتنشال هو الصوديوم لان سبب الاكشن بوتنشال دخول الصوديوم يبقى لو من اول الصوديوم بره قليل يبقى هيدخل صوديوم قليل يبقى السايز بتاع الاكشن بوتنشال ضعيف. اوعى تنساه البولاريز ستيت اللي بيأثر فيه هو فوتاسو انما الاكشن بوتنشال بيأثر فيه هو الصوديوم. طيب ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال برايس واللوكال ريسبونس؟ عارفين؟ هما جابوا بعضهم بس انا عملت لك الجدول الكامل. الاكشن بوتنشال لازم الاستيمولس يبقى كافي. ريشيو تكون سوبرا، ريشيو تكون بروباجيتد، اكتب لي بوث سايدز جنبها معلش. بوث سايدز مش اتجاه واحد، في المصر كان بيروح للادجسنت هنا والادجسنت هنا. بروباجيتد مش في وان دايركشن. بوث دايركشنز. اكتبها. الاكشن بوتنشال بحرف الايه معاه 3 ايه بيتبع اول راوند يبقى كان بي جريد ابسولوت يبقى كان بي سبليت وعنده بيفتح اول فولتج جيتد صوديوم شانلز اللوكال ريسبونس بالعكس جريد سبليت يبقى جريد يبقى مفيش اول راوند سبليت يبقى مفيش ابسولوت يبقى بيفتح فيو صوديوم شانلز. لوك طب ده سؤال رخم قال لك هل ممكن السبتريشن ستيمولس يدي اكشن بوتنشال؟ اه السبميشن السبتريشن بيدي لوكال ريسبونس واعيده لو وصلت ناقص 65 هتدي اكشن بتنشي. جميل هم السؤال ما جابوش سؤال عن كات الكترودوت معناه مهم قوي. كائن الكاثود بيحط شحنات ايه؟ الكاثود بيحط شحنات سالبه عننا فاسد يبقى هنا ما فيش صوديوم خالص. النيجاتيف ده مش دخول صوديوم النيرف ما اشتغلش خالص الكاثود حط شحنات يبقى ده اول حاجه انها فاسد. نوع الكرنت اللي بنستخدمه صار بريشر جانبالي مش فاني لانه البطاريه تبقى جانبالي والتغير في حدود كام؟ سبعه. طب لما عملنا دي بولاريزيشن يبقى قربنا من الفايرنج ليفل يبقى في سي ال سبب في الاسئله هم ولا سؤال على الكات الكترونز بس وورد وايد عليه مليون سؤال لازم واحد في مخه في السيرجي كله في فيري فيو بيبول في العالم في مخهم السيرجي كامله والاسئله very few thank god لعبد الله واحد فيهم عشان كده المذكره دي لا يمكن حد في الدنيا يعملها يمكن واحد يقولها انما يعملها استحاله وطبعا هيقول دي طب وفي امريكا هيعملها زي ما قال لهم على الاسئله اللي في امريكا الاسئله اللي في كندا الاسئله اللي في اسنان فاهم الفكره؟ ولا عارف ايه اللي جابوه ايه اللي ما جابوهوش؟ هقول لك الاول دي جابوها اخر ثلاث اسئله ما جابوهمش اقلب الصفحه مفضل اقلب الابسولوت يبقى كبير ده فرق كبير هنا بتعمل نظري الابسولوت كون سايز مع ايه؟ اسيتنج وانفيرنج ثيرد اللي هو 30% خلاص؟ مره كانت ثلاث ثيرد ومره 30% اثنين صح الثانيه مع الريست اوف السن. طب الاكسيتابيلتي هنا صفر انما هنا الاكسيتابيلتي بيلو نوت. طب ايه الكوز هنا؟ ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانلز انما هنا ان اكتيفيشن حط لي دايره حوالين اوف سام صوديوم شانلز عشان كده الاستجابه. السؤال جه بطريقه ثانيه ان اثناء الريال افكت بيرد سترونجر ستيمولس از نيدد تو اكسايت
صح. طيب اللوكال انستيزيا بتعمل ايه؟ بتخلي الاكسدابيت يسد. طب اهي ده سؤال برضه كاتبهولي. ندخل على المصل سكيلتال ماسلز ستراكشر ساركوبلازميك ريتيكولم. هو نوع من انواع السموث اندوبلازميك ريتيكولم بس في المصل. سموث اوعى تنسى الاس مع الاس. الساركوبلازميك مش جرانيول سموث. مش عارفين رايبوزوم ده احنا شايلين كالسيوم احنا رايبوزوم ده لو عايزين نعمل بروتين هو سموث. حط لي دايره حوالين سموث. معلش في حاجات واحده لما تعب في الاخر بقى ساعات الدوائر الحاجات دي بتعملها مع بعض. الساركومير ما هو الساركومير؟ الديست ما بين دو زد. خد بالك ثلاث تعبيرات مره دي ديست صح زد لاينز صح زد ممبرين صح وورد وايد تيجي بكام طريقه دي؟ ثلاثه زد ديسك زد لاين زد ممبرين. فانا جبنا كل الصور. طيب جديد ده كونتراكتايل يونت اوف ماسل اوفرلاب واكتن اند مايسن اوكيرز ان اي باند. الاي باند ده مش عباره عن مايسن بس مايسن واكتن مايسن واكتن بينما التاي باند اكتن بس في الحته اللي فيها مايسن بس تمشي له. كي تي بيولز وظيفتها بتزود السيرفس اريا والسيل ممبرين. ابسنت سموث ماسل ده السؤال مش موجوده في خد بالك يعني مش خصوص مصر لا فيها تي كيوبز ولا فيها تروبونين في جوال تكتب حرف تي. طب بتعتمد على الكالسيوم من بره ومع ذلك فيها ساركوبلازميك ريتيكولم جوه ضعيف قوي. الكالسيوم هو اللي بيعمل الديبولاريزيشن ومع ذلك فيها فيو صوديوم شانلز. يبقى في حاجات غائبه تماما بحرف التي التي تي بيولز والتروبونين وحاجات موجوده بضعف. احنا اساسا معتمدين على الكالسيوم اللي بره يبقى مش عاوزين كالسيوم جوه يبقى اللي جوه نايم ساركوبلازم ضعيف. الكالسيوم هو اللي هيعمل الديبولاريزيشن لما يدخل يبقى مش عاوزين صوديوم شانلز كتير ده كتير. اسئله رهيبه لو مش مستعدين. نيورو ماسكولار ترانسميشن للقرنيه الخرطوميه. ذا نيورو ترانسميتر ريسبتورز ار لوكيتد فين؟ على الموتور اللي هنا جوه الطبق الريسبتور على الطبق مش على النيرو. الايفنتس كام ايفنتس؟ خمسه. اول واحده او سينابتيك ترانسميشن هنا بقى جاب جمله جديده الاسبايك برين هيطلع من نير. قال لك نوع النير بينا كنت قايلها لكم قبل كده ايه الفا احسن نير بتاعت السكيتا المصري ايه الفا فده جديد انه قال لك الاسبايك برين طلع من انهي نير؟ ايه الفا؟ طيب الاسبايك برين انا بتعرف قلت الكليفت اللي دي ما فيهاش اسئله في العالم بيعدي الكليفت هيجيب لك ايه؟ انما مسك في الريسبتور يعمل دي بولاريزيشن بسبب دخول صوديوم وخروج شويه بوتاسيوم ما جابهاش كده جاب لك سمول كاتاينز ما هو الصوديوم بوتاسيوم دول كاتاينز وصغيرين كالسيوم كبير انما لانه الوزن الجزئي بتاعه عالي انما ده سمول كاتاينز اللي انا بين قوسين عشان اوضح لك اللي هم يقصد ايه بسمول كاتاينز ليه دي صح عشان يقصد بوتاسيوم والصوديوم هي اللي بتصرف يلغي في المذكره دي. انا بس ما قلت ان الطلبه يعني فاهمه ان خلاص خدنا الكراش كورس يبقى ده خلص على كده. ده هو ده الاهم ده الجريس العصاره ده الامتحان. يلا طيب هو بس ما حدش يقول لي ايه راجع لنا الحصه دي تاني مش هيحصل ان انا الوقت بالظبط نخلص الثلاث حصص ليكم ثانيه واسمع. خد بالك انا ما بكتبش الخمسه باجي لي الحاجات اللي بتيجي بس ثالث ستيج الاخر بيجي اللي هو يعني رابع ستيج انه الاكشن بتنشل يطلع من الادجيسن دي ما بتجيش. اخر حاجه ان مين بقى بيكسر؟ الكولين ستريزس. وبالتالي الاستايبين ستريزس بيعمل ايه؟ بيدي جريد يعني يكسر نيورو ترانسميتر. بين قوسين كتبت لك اللي هو مين؟ لما اعملها بين قوسين يبقى لو نط يبقى بتيجي نط لو بين قوسين بس يبقى ده بوضح لك يعني هو بيجي يقول لك بيديجريد النيورو ترانسميتر فانا عشان تفهم اصح ليه صح النيورو ترانسميتر هو الاستايل ودي من ينشر عند كليب بوتنشال بيقول لك من غير اكشن بوتنشال خالص. بص الفيسيكلز اللي ما لهاش الزميل موجوده في ماده جيلاتينيه الفيسيكل بتاعت الاستايل كولين هنا موجوده في ماده جيلاتينيه في نهايه النيرف اللي هو ايه الفا. واحنا خدنا في ثانوي ان اي ماده جيلاتينيه في ما بينها براونيان موفمنتس براونيان موفمنت فبتتحرك
فساعات وقت يخبطوا ببعض يطلع كمية صغيرة من استايكولين، كمية صغيرة عوالي، فتعمل ديبولاريزيشن ضعيف قوي هنا، يسموه من نيتشر اند بليت بوتنشال، من نيتشر يعني صغير مني، سبب سبونتينيوس رابشر اوف فاسلز. ما قالش زميل بس اقول لكم لو عايزين تعرفوا الكالسيوم بيعمل ايه بقى. الكالسيوم لو عاوز الرول بتاعه بيقلل اللزوجه بتاعه الجيل بتاعه الماده الجينيه، فالبراوني موفمنتس يحصل لها ايه؟ تزيد جدا، فيطلع كميات كتيره من الاسباب. عشان كده قالك الكالسيوم بيزود الريليس، وعكسه ايه؟ مغنيسيوم بيزود اللزوجه بتاعه الجيل. انا مش هحطهاش اساسا، ما حدش يسالكم الاسئله دي، مش فيها، بس انا بربطهم لك كلهم مع بعض، لان اوريدي في موفمنتس براونيا موفمنتس خدناها في ثانوي اللي هي في اي جيل، فيطلع كميه صغيره الكالسيوم يزودها بحيث توصل لاكشن تنشر مغنيسيوم يبقى اصغر. حاجه لطيفه، طب ليه ربنا عمل ده؟ ده تضييع وقت. بس كده لما يحصل دي بوزيشن ضعيف يبقى قربني شويه من، يبقى خلفيه من التسهيل. طبعا الكلام ده انا متاكد ما قالكش محاضرات ليه؟ طب ربنا ما فيش ولا حركه في الكون ربنا عاملها هازارد، بس فكر ليه عاملها؟ ليه ربنا خلاهم من غير اكشن تنش هيفرقعوا طب ويطلع شهر؟ لانه ما فيش اكشن تنش يخلوني تملي قريب من فاير ليفر. يبقى لما يجي بقى الاكشن تنش هيبقى سهل اطلع الايه الاكشن تنش في المصر، خلفيه من تسهيل. مع طيب بروبرتيز فاكرينهم؟ يوني دايركشن دي ايه؟ فتيج. قلت لك هنا احد انواع الام اس كيو العدد هيجي صح خمسه، يقول لك خمسه في سكن غلط، هي نص، لا نص سكن ده غلط. وبعدين الفتيج بقى جابها بطريقه ثانيه، يقول لك كونتراكشن سكريتال ماسل بتقل في الماجنتيود لو اديت رابد ريبيتد سيميلار. فانا كتبت لك داتيز، يعني انا بفسرها لما بتبدا داتيز او بيت سويت، يعني ايه بيقل مع رابد ريبيتد؟ يعني حصل فتيج due to depletion of acetylcholine vessel. بعد كده قال لك انها الريليس اوف استايكولين از ستيميليتد باي كالسيوم وانهبيتد باي مغنيسيوم. هو جابه المغنيسيوم بس، انا بكملك صوره في كتب ثانيه في دول ثانيه بيجيبوا كالسيوم ومغنيسيوم. الزميل نقع شويه اسئله ما قالفهمش عشان تبقى عارف، ما عندناش حد يالف الام اس كيو ده. تاليف الام اس كيو ده من اصعب ما يمكن، يعني بتوع الدكتوراه بعد ما يمتحنوا يقولوا كل واحد عشان تاخد نتيجتك بره تحط لنا خمس اسئله. لازم الناس اوريدي واصله لمستوى رهيب، فمش واحد بيهاجم بره. وبعدين يجمعوا الاسئله من الناس اللي خدوا الدكتوراه في الماده دي وينزلوها في الامتحان ما عليهاش نمر، يقول لك هو قال له انت بتعمل لك 10% من الاسئله دي تجربه، مش هقول لك هم مين. لو كل الناس حلوهم يبقى السؤال ما ينفعش، سهل جدا. ما تحلش من معظم الناس يبقى في حاجه كونفيوزنج او صعب، ما ينفعش، لازم يتحل بنسبه معينه من الناس 70 80%. ادي طريقه عمل اسئله مش كده بره في سيستم بره، فما عندناش يعني حد يقول لك مش كده، لو الفوا ايه مش كده يطلع نفسه غلط، ومش انهم وحشين، ما ينفعش واحد لوحده يقلل اسئله الام اس كيو. فاهمين ليه؟ مش لان الشخص وحش، ان ساعتها بيتهيألي انها واضحه كده، اما اديها لك تقراها تقول لي لا دي تحتمل اجابه ثانيه. فمش واخد بالك، انت في مخك اجابه كتبت على اساسها. فلا بد من تجربتها، ده ازاي بيعملوا في الاسلوب. فالزملاء ودي مش غلط ده في كل العالم، جايبين شويه اسئله ما نطتش كل الايه؟ الموضوع. العبد ده عمل ايه؟ مش خطا في الزميل، حاجه رائعه، ما حدش بيقلد مش قلت لك في الدكتوراه بيعمل خمسه بس. هو بياخد دكتوراه، ما يدلوش نتيجه غير لما يدي خمسه. مش هيبقى الناس فاهمه قوي ويقعدوا بقى في خمسه بس، لا. لكن في ناس كتيره بتمتحن ينقوهم بعد كده. بالطريقه اللي قلتها لي، بعلم يعني الام اس كيو. طب انا بكمل لك الصوره. فهنا بيقول لك ايه الثاني بقى انهبيشن، هو قلت لكم الكوراري اهم من الاستيميشن. باي بوكس الكوراري. طب في سؤال ثاني، في ماده زي الكوراري تشيل النيور ماسكر ترانسميشن. البوتيوليزم عارفين لما هم بناكل في شم نسيم الحاجات اللي هي متخلله دي ولا في السيخ، ساعات يقول لك ده شلل ومات. ده ماده زي الكوراري اسمها بوتيوليزم توكسنز زي الكوراري. بيجيبوها سؤال لان حاجه مهمه في الطب، ان ممكن اعضاتك تتشد وتموت مختلط من غير كوراري، انك تاكل فسيخ مش متخلل كويس. جاب فيه جرثومه البوتيوليزم وحط التوكسن يشل لك العضلات وموت مختلط. سؤالك
وجايبها زميله الفاضله. وزي تاني ما بقولش يعيبهم ان هما ما بيقلبوش معها. ما بره ما فيش واحد يقلب الاسئله دي كلها. كل واحد بيدي لما ياخد دكتوراه عشان ياخد نتيجته كام سؤال؟ وكده برضه ما نختارهمش كلهم، لازم يتجربوا على الطلب. واللي بقى ما لهمش نمر عشان ما نزلمش طلب خالص، يقول لك في 10% بس مش هنقول لك مين. ما لهمش نمر، ده احنا بنجرب فيك. شوف انت هتعملوا ايه فيهم. اللي قالوك ان دول اللي هم التجربه عمرك ما هتحلهم. ما تسيبه لهم وتحلوا في التقديم. مارتينيا جريفيس سببها ايه؟ انتي بوديز ضد الاسلاب كريم سيرفيس وعلاجها انتي كريم سبيس. في بقى جت حاجه لطيفه تكتبها لك فوق انها دي ديزيز اوف ذا نيورو ماسكولار جنكشن، صح؟ المرض هنا في الجنكشن. اه صح، دي صح يعني كده بقى لك بيها. انت عايز ده جت سؤال. موليكولار ثيوري كام ستيب او اكسلتيشن كونتراكشن اربع خطوات. فاكر؟ الاكشن بوتنشال بيدخل عن طريق الترانسفيرس تبقى ساعات كل التفصيلات اللي جه واللي ما جاش يروح للسنسو. حسينا السنسو ده اللي هو اسمه ايه؟ دي اتش بي ده في الديكي بيولز. يفتح الكالسيوم شانل اللي هي مين؟ ار 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 في التيرنال ستيبي فيطلع ال ده ستيب 1. ستيب 2 الكالسيوم يمسك سي بارت اوف تروبوني مش تروبو مايس يموف اواي تروبو مايس يبين البايندنج سايتس في طيب يمسك المايس اني حته اللي يمسك الهيد اوف مايس مش قلت دول ارم دول هيد يبقى مين اللي يمسك الاكتف الجلوبيولار هيد ده سؤال كاتبه لك وحاطط لك خط مش اي حته في المايس تمسك ايه؟ اكتف ويحصل اربع حاجات بايندنج بيندنج عارف يجيب لك ايه البيندنج تلتنج هي هي بدل بايندنج الثانيه بيندنج بقى بيندنج يقولها لك ايه؟ تلتنج وبعدين ديتاتش مين اللي عاوز طاقه؟ البيندنج او التلتنج وديتاتش والريلاكسيشن عاوز طاقه فاهم؟ موجود كلها طب عشان عقلي الاسنان بس احنا في صفحه 6 هتحط لنا واحده سهل ولا صعب يا شباب؟ سهل جدا بس أنا البحر في أعماقه الدر كامل. هل سائل الغواص عن صرفات يعني لو تجاهلت هذه المذكرة وقعدت تحل الأسئلة وتقرا المنظر وأنت ما لحقتش تقراها This is the most stupid decision you'll take in your life. لو ما عندكش نص ساعة بس لا تقرا نظري ولا تحل أسئلة، تقرا مذكرة دي فقط. واضح؟ امشي شوف على الانستراكشنز اللي بقولها تنفع. وتبدا لو شغلت دماغك بطريقه ثانيه. طيب يقول لك بس ما لحقتش اقراها انا قمت اقرا النظري الاول. اسوء حاجه في الام سي كيو انك تقرا نظري. حل ام سي كيو معقوله افضل منها تقرا مذكره دي انك كل الاسئله من قصاد عينك. جاست هتقراها از 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 في الامتحان. يعني لو عندك نص ساعه بس تبقى هذه مذكره، ثم هذه المذكره، ثم هذه المذكره، ثم الكراش كورس. ثم اقرا اللي كنت بتقراه اقراه عابرا. اكيد بس ده لو عندك وقت مش هتعمل حاجه. طيب ايزومتريك وايزوماتيك. ليه سموا الايزومتريك ايزومتريك؟ عشان خاطر اللينث ثابت انما هنا تنشن ثابت. طب هنا اللينث ثابت يبقى ما شيلش حاجه يبقى مفيش ورق يبقى صفر انما هنا شيل يبقى في ورق 25 متر. طب خد بالك اي انقباض دي اصعب سؤال ده اللي بيجي بقى بيبتدي ايزومتريك ولما اتغلب على الثقل يتحول ايزومتريك مور تايم مور انرجي دي الاسئله اللي بتاعنا هم جاوا واحده فيهم لما انا حطيت كل الاسئله ما جاوش ثلاث اسئله جاوا سؤال عام لا حافظهم كلهم وورد وايد حطيتهم كلهم انت بتقرا كل موضوع الاسئله اللي جت فيه وتطلع عندك خلفيه من نظري محترمه في الترم الثاني انت حافظها صم طب لو كتبت الكلام ده هتاخد 70% من او 80% من معلومات المصدر من لو قريت بس دول اربع ورقات في الالكترونيك مش عارف سته في النهارده المصري يعني الكورس كله 30 ورقه بس من وجهه نظر امشي فاكتورز افكتنج ماسل كونتراكشن ستيل كيس فينون خد بالك بقى اجيبها لك بطريقه لطيفه احنا قلنا امتى بتحصل ستيل كيس فينون لو اديت رابد ستيمولاي تاني واحده تبقى اقوى تالت واحده تبقى اقوى رابد يعني ايه؟ يعني مسافه ما بين الستيمولس والثانيه قصيره او طويله؟ هو بقى جابها لك بالصوره دي.
قال لك لو قللت الانترفال ما بين الاستيمولاي قوه الانقباض هيزيد. ما هو ده الستير كيس فينومينال. هو ما كتبش ستير كيس، العبد الله بدا الفاكتور كتب لك عشان تفهم انت بتقرا ايه. هو مش هيجيب لك ستير كيس خالص، بيقول لك لو اديت ستيمولاي المسافه بينهم قليله قوه الانقباض هتزيد. لو طالب اهبل ايه الكلام ده؟ ده اللي ستير كيس يا بني ادم، يعني لو اديت رافد ما هو الاستيمولاي دي بقى قريبه لبعض هتزيد، مش هتجيلك خالص ستير كيس. فانت بتتوضب وانت مش واخد بالك انك بتتوضب للام اس كيو. انت ما عادش يعني تبقى شيبت كده وبتتصنفر للامتحان. واعمل التجربه دي النهارده. ابتدي بالام اس كيو، اقرا الثلاثه اوتونوميك والسبعه نيرفال ماسل. خلاص؟ وادخل على الكتاب، هي حلوه جدا. طيب ستارتنج لو برضه ما جابش العنوان ستارتنج لو، بيقول لك ذيرز دايركت، دي جاب العنوان ستارتنج لو، قال لك اللي هقوله ده ايه؟ دايركت ريليشن ما بين التنشن والانيشال لينث وذين ليميتس، ده اسمه ايه؟ هو طلب اسمه ايه؟ فانت بتختار اسمه؟ الاسئله اللي ما جابهاش، احسن طول الساركومير كام؟ 2.2، لان ده عنده الماكسيمم نمبر اوف كروس ريتش، دول مش جايبين، بس انا عارف انهم بيجوا فحطيتهم لك. الصفحه الاخيره. مصر دي مهمه جدا، اعمل لكم عليها جدول. فده عليه عندنا سؤالين بس انا كملت لكم بقيه الاسئله. الفاس بتشتغل بسرعه جدا وبتتعب. يبقى اذا ما بتعتمدش على الاوكسيديتيف باثوي، بتعتمد على الجلايكوليتيك باثوي. لازم تحوش جلايكوجين كتير، ومش عاوز اوكسجين فيها ليس ميتوكوندريا وليس اوكسجين كابيلاريز وليس مايجلوبين. بالعكس بقى السلو دي الريد اللي هي الكونتراكشن بطيء بس ما يتعبش. ليه؟ انها بتكسب كتير الاي تي بي، تعتمد على الاوكسيديتيف باثوي، يبقى لازم فيها مور ميتوكوندريا مور كابيلاريز مور مايجلوبين طبعا. وطبعا مش محتاجه تحوش جلايكوجين كتير، لانها من الواحده بتديها 38 اي تي بي، فعشان كده سمول. كاتب لك كل الاسئله. رايبر مورتس، السؤال اكتبي تحت الرايبر مورتس اللي هو ستيفنس افتر ديث. ده مش عندنا بس السؤال بيجي. ستيفنس يعني عضلات تبقى ستيف، اس تي اي اف اف، اس تي اي اف اف، ستيفنس افتر ديث. بيحصل 2 اورز بعد الوفاه. ليه؟ عارف هو نوع من انواع الكونتراكشن، ان انا خلصت الاي تي بي في الانقباض، ولاني ميت مش عارف اعمل اي تي بي جديد، فمش عارف اريلاكس. فهو نوع من سبب الكونتراكشن، زي الشد العضلي في الملعب. ليه مش عارف ارسل؟ لان ما عنديش اي تي بي فك. طب واحد مات مش هيعمل اي تي بي، فبقى هيقعد ماشي. يبقى خلص اي تي بي. طب سؤال هو ما جابوش هنا، هو بيجيش ليه بيفك بعد كده؟ ده بيبقى اناليسيس، يعني قصدي بروتيوليسيس، يعني تحلل. يبقى انا بقول لك طريقه جميله يا دكتور في المحرره، لا الانقباض انقباض ولا ريلاكسيشن ريلاكسيشن، ده كونتراكشر مش كونتراكشن بسبب انك مش اي تي، ولا ده ريلاكسيشن ده سببه بروتيوليسيس تحلل. عشان مستنيني بقى نص ساعه. سموث ماسلز ديستراكشن، سموث ماسلز نو تروبونين، ما فيهاش تروبونين. وبتبقي فيها نو توين تي تيوبس، كاتبينها قبل كده بس عشان تحطهم جنب بعض. نو تروبونين ونو تي تيوبس، الاثنين بحرف تي، ما فيهاش خالص لا تروبونين ولا تي تيوبس. الديبولاريزيشن سبوزد بالكالسيوم مش بالصوديوم، عشان كده ابتدي فوق الصوديوم، معلش اكتبها فيو صوديوم شانلز، مش ما فيش خالص، في فيو صوديوم شانلز وليس اس ار ساركوبلازم كتير، اكتبها معلش. دي اخر صفحه كان واحد خلاص سيك. فوق صوديوم نوت صوديوم، اكتب لي فيها فيو صوديوم شانلز وليس اس ار، يعني ساركوبلازم كتير. يعني ايه اللي مش موجود خالص فيها؟ التروبونين والتي تيوبس. ايه اللي موجود قليل قوي؟ ساركوبلازم كتير اللي هو الكالسيوم اللي جوه، فاضطرينا ناخد الكالسيوم من بره. والصوديوم قليل لان احنا معتمدين على الكالسيوم في الديبولاريزيشن. كونتراكشن، مين البروتين اللي لازم يمسك فيه الكالسيوم عشان يحصل انقباض؟ كال بوندولين وعدنسي. الكالسيوم بينشط مين؟ بص لي مايسن
لايت تشين كاينيز. حطوا سبيك جروبينز. يبقى الكالسيوم في السموث ماسل بيتعامل مع المايس، في السكيتا ماسل بيتعامل مع الاكل. طيب عشان يحصل لاكسيشن نرمي الكالسيوم بره في الاكسترا فلويد، فيتنشط في ديزاين اخر. هما ما جابوهوش. انا كنت بقول هو مايس اللايت تشين اللي بيفك السموث فاتيز، يعني بيركبوا اسمه كاينيز فيحصل يمسكوا ببعض، واللي يشيلوا اسمه فوسفاتيز. Properties. الاكشن بوتنشال كان بي انشيتد باي ستريتش. دي حاجه رائعه تصور. من غير نيرف خالص. لما يدخل اكل في الامعاء بتاعتك يحصل لها ستريتش. فيطلع في اكشن بوتنشال من غير نيرف يعمل لها انقباض عشان تمشي الاكل الحته اللي بعدها، الحته اللي بعدها يحصل لها ايه؟ ستريتش وهكذا. شيء رائع. وده ازاي بيطلع لوحده؟ ان اوريدي هي الريستنج ميمبر بوتنشال بتاعها ان ايه؟ ستيبل. كل شويه بيوصل لل طيب السورس اوف كالسيوم والرول اوف كالسيوم ان كونتراكشن ده اسئله مهمه جدا وورد وايد. منين جاي الكالسيوم في السكيتر ومنين جاي في السموث؟ السكيتر من جوه بيسبب الكالسيوم، السموث من بره من اكسترا سيرفيو. طب الرول الكالسيوم بيجري على الاكتف في السكيتر ماسل يمسك سي بارت التوبرين اللي هي حته الاكتف تشيل التروبومايز، انما بيجري بالسموث ماسل على المايس ينشط المايس اللايت تشين كاينيز. الانرجي اوف ماسل كونتراكشن از درايفد فروم خدناها الاي تي بي، وبنعيد تكوينه من الكرياتين فوسفيت او من الجلوكوز اروبيك او انيروبيك، لكن مش جاي من السايكليك اي ام بي. الادروجين هاي فوسفيت. ثانك يو فور ويتشنج. هذه الحصه قد تلقت الرصاص. الحصه القادمه البلاد كيسز وام اس كيو. القصه اللي بعدها وانتراكشن معاك. او يمكن لا انتراكشن هسيبها مع سبيشال سيكريشن وكيماتو ده توزيع القصه. اللي جايه بلاد. بلاد كيسز ورقات ام اس كيو.